من اكتر الحاجات اللي بتلخبط حتى بتلخبط الدكاتره وما بتتفرقش الا بالتحليل الباثولوجي التروماتيك فات نيكروز، لان ده هارد والبريست كانسر بريست هارد، وده بينس والكانسر بريست برضه بينس، يبقى ده وبرضه الكرونيك ابسس والكانسر بريست الثلاثه بيلخبطوا مع بعض. يبقى لو حصل تروما في الفيميل بريست هتمشي المعادله بالمنظر ده لحد ما تكون لي الكالسيوم سوكس في الاخر. طب تاني نوع انزيماتيك فات نيكروزز بسبب ايه؟ انزيم اللايباز. اللايباز هو اللي عمل نيكروزز فين؟ في الفات تيشو، وبعدها اشتغل على الفات اللي طلع وكسره، وبعدها المعادله مشيت لحد ايه؟ لحد الاخر وتكون كالسيوم سوكس. التروماتيك فات نيكروز بشوفه ايه بسبب تروما في فات تيشو؟ الانزيماتيك فات نيكروز بشوفه يا دكاتره في حالات الاكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس، بشوفه في البنكرياس. ايه اللي بيحصل بقى في البنكرياس؟ بصوا معايا على القصه دي. ده البنكرياس اهو صح؟ بيطلع منه بنكرياتيك ضغط. البنكرياتيك ضغط بتتحد مع الكومن بايل ضغط اللي جايه من فوق من الليفر. وبتفتح بكومن ضغط فين؟ في الديوتوم. السكند بارت بتاع ايه؟ الديوتوم. تمام؟ البنكرياس ده مش فيه جزء اكسوكراين وجزء اندوكراين؟ طب الجزء الاكسوكراين ده بيطلع ايه؟ بيطلع الانزيمات الهاضمه، انزيمات هاضمه للكربوهيدرات، انزيمات هاضمه للليبيد اللي هو اللايباز، وانزيمات هاضمه للبروتين اللي هو التريبسينوجين. الانزيمات دي كلها بتفرز في صوره الاكتف، بتفضل ماشي الاكتف لحد ما تنزل في الديوتر. تتاكتف عن طريق مين؟ عن طريق البايل اللي نازل من فوق. فالانزيمات دي بتطلع من البنكرياس الاكتف لحد ما توصل للديوتر الاكتف. ايه اللي بيحصل؟ شخص سيء الحظ جات له حصه قفلت الضغط الكومن ضغط، او طلع له في المنطقه دي ورم تيومر قفل الكومن ضغط دي. الفكره في ايه بقى؟ ان البايل اللي بينزل عايز يخش الديودنوم يلاقي السكه مقفوله، يعمل ايه؟ ما يلاقيش قدامه الا البنكرياتيك ضغط، يفضل ماشي في البنكرياتيك ضغط لحد ما البايل يخش جوه البنكرياس، يلاقي مين جوه؟ الانزيمات بتاعت البنكرياس الاكتف، يقوم جاي مأكتفها جوه ايه؟ جوه البنكرياس. فالانزيمات دي تبدا تاكل في مين؟ تاكل في البنكرياس. هي الانزيمات دي عباره عن ايه؟ انزيمات هاضمه للكربوهيدرات، وانزيمات هاضمه للبروتين اللي هتاكل ماده البنكرياس نفسه، وانزيمات هاضمه للفات اللي هو اللايباز، يبدا ياكل ويعمل نيكروزس في الفات اللي حوالين البنكرياس. بتهضم نفسها، بتهضم البنكرياس. ما بتتاكد بالبايل، البايل من ضمن طرق اكتيفيتها. حتى لو اتركنت شويه جوه ممكن تتاكد، بس الاساس البايل هو اللي بيكتفها. يعني البايل لو خلاها جوه هيكتفها. لما بتتاكد جوه البنكرياس ايه اللي بيحصل؟ بتاكل بقى البنكرياس نفسه. البروتيازز اللي هو التريبسين بياكل البنكرياس، البنكرياس ده اورجن فيه بروتين بيتاكل. طب اللايباز بياكل الفات اللي موجود في البنكرياس واللي موجود حواليه، يعني بيعمل فيه نيكروز، والنيكروز لما يحصل امشي بقى المعادله لحد ما يتكون هنا عند البنكرياس كالسيوم سوكس. الاكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس دي الدكاتره فيتال كونديشن، بيموت لو ما اتلحقش. تمام؟ انتوا مالكم مسبقين ليه؟ الكلام سهل ولا صعب؟ بصوا معايا. يبقى الفات نيكروز يا اما تروماتيك زي تروما في البريست، يا اما انزيماتيك بانزيم اللايباز، واشهر مثال له الاكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس. سهل الكلام يا اخوات؟ سهل. ماشي. اللي بعده. اخر نوع من انواع النكروز يا دكاتره هو الفيبرينويد نكروز. الفيبرينويد نكروز. الفيبرينويد نكروز ده انا عايز اعرف عنه اربع معلومات. اول معلومه بيحصل فين؟ بيحصل يا دكاتره في البلاد فيسلز. يبقى اول معلومه عندي نكروز في البلاد فيسل نوعه ايه؟ فيبرينويد نكروز. النكروز اللي بيحصل في الوورد بتاع البلاد فيسلز اسمه فيبرينويد نكروز. زي ايه؟ ايه امثلته؟ اولا ممكن يحصل في البلاد فيسلز الصغيره في حالات المالجننت هايبرتنشن. زي ما هناخد في السي دي اس ان شاء الله الهايبرتنشن نوعين، بناين ومالجننت. ايه البناين وايه المالجننت ده؟ البناين هايبرتنشن هو الضغط العادي اللي بيجي للناس كلها، بيبقى عنده الضغط بيعلى عن 140 90 حاجه بسيطه وبياخد له دواء ضغط وشكرا على كده. انما المالجننت هايبرتنشن ده بيجي في واحد سنه صغير الضغط بيعلى قوي وبارقام فلكيه ممكن يوصل 170 110 ولا حاجه. ده المالجننت هايبرتنشن، الضغط اللي بيعلى قوي 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 ده بيجي على البلاد فيسلز الصغيره دي بيعمل فيها ايه؟ نكروزز. البلاد فيسلز الصغيره الارتريوز الصغيره ما بتستحملش الضغط العالي قوي ده، فبيحصل فيها نكروزز في الوول. النكروزز اللي بيحصل في الوول نوعه ايه؟ فيبرينويد نكروز. هنفهم اصلا يعني ايه فيبرينويد نكروز دلوقتي. تاني مثال بيحصل في مجموعه من الامراض بنسميها كولاجين فاسكولار ديزيزز. كولاجين فاسكولار ديزيز امثلتها ايه؟ الروماتيك فيفر.
الحمى الروماتيزميه السيستميك لوبس اريسيماتوزس السيستميك لوبس اريسيماتوزس اللي هو الزئبق الحمراء والبولي ارترايتس نودوزا بولي ارترايتس نودوزا اعرفوها بس اختصارات دلوقتي لان كده كده الموضوع ده هتتاخد بالتفصيل في السي في اس بما ان السي في اس داخل معانا فغالبا ايه هيتشرح ان شاء الله الترم ده روماتيك فيفر والسيستميك لوبس والبولي ارترايتس نودوزا ايه بقى الامراض دي الامراض دي دكاتره اوتو اميون ديزيز يعني بيطلع اوتو انتيبادي بيهاجم الجسم بيهاجم مين في الجسم بيهاجم الكولاجين اللي موجود فين اللي موجود في البلاد فيسلز واللي موجود في الكونكتيف تيشو يبقى الكولاجين اللي موجود في البلاد فيسلز واللي موجود في الكونكتيف تيشو بيتكسر دي الكاركترستيك فيتشر بتاعه الامراض دي بتطلع انتيبادي يهاجم الكولاجين اللي موجود في السمول بلاد فيسلز واللي موجود في الكونكتيف تيشو اللي حواليها لما بيهاجم السمول بلاد فيسلز بيعمل في ايه يا دكاتره نيكروزس نوع النيكروزس هنا ايه فيبرينويد يبقى دي امثله الايه الاماكن اللي بيحصل فيها المعلومه الاهم دلوقتي هو ايه بقى الفيبرينويد نيكروزس انا قلت لكم يا دكاتره الفيبرينويد ده بيحصل في الوول بتاع البلاد لان اي بلاد في الدنيا موجود فيه الاستيك كولاجين فايبرز الاستيك كولاجين فايبرز المسؤول عن ايه عن الباسو كونستريكشن والباسو دايليشن بتدي الاستيسيتي للوول بتاع الارض الاستيك كولاجين فايبرز دي لما بيحصل فيها نيكروزس الكولاجين ده بيتكسر لبروتين غريب شبه الفايبرين في شبه بين الفايبرين عشان كده النيكروزس ده اتسمى فيبرينويد نيكروزس اويد يعني ايه اويد يعني شبه يبقى زمان قبل ما العلم يتطور كان بيحاول يكتشفوا ايه ده لقوا ان اللي بيحصل في النوع ده من النيكروزس ان الوول بتاع البلاد فيسل لما بيتكسر الكولاجين اللي جواه بيتكسر فبيتحول لبروتين غريب البروتين ده لقوا شبه يعني بالطرق البدائيه اللي عندهم وقتها لقوا في شبه بالفايبرين فسموه خلاص فيبرينويد نيكروز انما لما العلم تطور اكتشفوا تركيب بقى البروتين ده البروتين ده كان عباره عن كولاجين مجموعه من الكولاجين المتكسر واجزاء من الفايبرين المتكسره ومعاها كمان ميوكو بولي ساكرايد وده اللي بيفسر ليه النيكروزس ده كان بيتسبق بصبغه البي اي اس بيريودك اسيد شيفت البي اس ده اللي بتصبغ الكربوهيدرات كانت بتتصرف بالبي اي اس لان فيها ميوكوبوليسكوت يبقى زمان كانوا مفكرين ان في بروتين جديد اتكون شبه الفايبرين فسموا النيكروزس ده فيبرينويد نيكروزس دلوقتي عرفنا ان هو عباره عن اجزاء من الكولاجين المتكسره واجزاء من الفايبرين المتكسر ومعاه ميوكوبوليسكرايد مخليه لي النيكروزس ده بيتفرق بصبغه البي اس يبقى فهمنا عباره عن ايه الفيبرينويد نيكروزس عشان كده بيجي في البلاد فيسلز لان هي دي اللي فيها كولاجين الاستيك فايبر والامراض دي الاوتو انتي بودي اللي هاجم الكولاجين اللي موجود في البلاد فيسلز وفي الكونكتيف تيشو طبيعي لما الكولاجين يتهاجم ويتكسر هيبقى نوع نيكروزس اسمه ايه فيبرينويد نيكروزس يبقى الامراض دي بتعمل فيبرينويد نيكروزس والماليجنت هايبر تنشن برضه بيعمل فيبرينويد نيكروزس اخر معلومه شكله ايه بالهيماتوكسيلين واليوسين النيكروز ده يا دكاتره بيبان هوموجينوس استراكشرلس ايزينوفيلك فايبرين لايك ماتيريال عايزكم معايا تحفظوا اسطمبه ال اتش اس اي ال اتش اس اي دي هوموجينوس يعني ايه هوموجينوس قلنا متجانس شبه الحته دي كده كلها متجانسه مع بعضها استراكشرلس يعني ايه يعني ايه كلمه استراكشرلس ملهاش تركيب معين ملهاش تركيب ايه واضح عباره عن بروتينات متكسره ومتمطوره مش واخده شكل ايه شكل منتظم ايزينوفيلك يعني ايه حمراء بتتصدق باليوسين هوموجينوس استراكشر ليس ايزينوفيلك في السيل انجري عندنا ثلاث حاجات اتش اس اي اول حاجه هي مين الفيبرينويد نيكروز يبقى الفيبرينويد نيكروز بيبان تحت الميكروسكوب بالهيماتوكسيلين واليوسين اتش اس اي هوموجينوس استراكشر ليس ايزينوفيلك وازود عليها انه فايبرين لايك ممكن ازود عليها ان هو جلاسي يعني ايه زجاجي بيلمع ده دكاتره منظره ايه تحت الميكروسكوب دي المعلومات اللي تهمنا عن الفيبرينويد نيكروز يبقى لما اسالك عن الفيبرينويد نيكروز اولا هو عباره عن ايه عباره عن كولاجين بيتكسر وبيتحول لبروتين غريب شبه ايه شبه الفايبرين طب بيجي فين بيجي في البلاد في حالات المالجنت هايبر تنشن وفي امراض اللي اسمها كولاجين فاسكولار ديزيز زي الروماتيك فيفر والسيستميك لوبس والبولي ارترايتس نودوز وهناخدهم ان شاء الله بتفصيل فين في شابتر السي بي اس ثالث معلومه طب هو يعني عباره عن ايه بالظبط؟ الكولاجين المتكسر ده اداني بروتين غريب شبه الفايبرين لما جيت فحصته قوي لقيته عباره عن تجميع من الكولاجين المتكسر والفايبرين المتكسر وميوكوبوليسكرايز وده اللي كان بيخليه بي اي اس اخر حاجه بيتصاد ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ اتش اس سي هوموجينوس استراكشر بس ايزينوفيلك فايبرين لايك ماتيريال
وبكده يبقى احنا خلصنا موضوع النيكروزس. ها سهل ولا صعب؟ حد عنده مشكله في النيكروزس لحد دلوقتي؟ طب حد عنده مشكله في السيل انجن لحد دلوقتي؟ ايه؟ نعم؟ طيب الاشوف نوديول روماتيك فيبر، لو قلنا هنسيبها بقى روماتيك فيبر، الاشوف نوديول يا دكاتره دي احنا مش خدنا روماتيك فيبر ده من ست الجرانيولوما صح؟ الرش الجرانيولوما بيعمل ايه؟ الليشن في النص حواليه الكرونيك انفلاماتوري سيلز ومعاه جوينت سيلز اسمها اشوف جوينت سيلز، وكل ده بيتقفل من بره بفيبروزس. الجرانيولوما بتاعت الروماتيك فيبر اسمها ايه؟ اشوف نوديول. في النص هلاقي مين بقى؟ الفيبرينوليكوس. فاكرين الجرانيولوما بتاعت التي بي؟ اسمها تيوبيركل، وكنا بنشوف في النص مين؟ الكيزياس نيكروزس. هنا في الروماتيك فيبر مش ده الرجيك جرانيلوما، بيكون جرانيلوما اسمها اشوف نوديول على اسم العالم اللي وصفها. الاشوف نوديول دي جرانيلوما عباره عن الليجن في النص حوالين الخلايا اللي احنا عارفينها، وكل ده متقفل من بره فيبروز. بشوف مين بقى في النص؟ فيبرينوليد. تمام؟ هي دي الاشوف نوديول. سلام لانه غالبا هو امر واقع. طب حد قال في المحاضرات ان هو مش ناويين يدخلوه ولا خلاص في بيس ده فين؟ السكاشن. كمان بس ده اكيد مش ده وش مستحيل يعني ما ينفعش اصلا منطقيا ما ينفعش. نعم؟ ما انا بعرف ما ايوه السي بي اس ده لما كان بيدخل كان السنين اللي الدراسه بتبدا في 9 احنا بدأنا 11 10 السنه دي. مش منطقي اصلا ان السي بي اس يدخل، يعني كل واحد يدخل ده حاجه هبل، يبقى كده فعلا الناس دي بتقرا بمعنى كلمه قرايه في المحاضرات. ما انتوا عندكم محاضرتين بس في الاسبوع صح؟ يعني انتوا حتى في الكورس بتاخدوا 3 حصص ده محاضرتين في الاسبوع، الوش قرايه 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 قرايه، هو الكلام بيتقرا خلاص. 4 محاضرات 5 ساعات بس كلهم ايه؟ قرايه سرد المعلومات مش شرط. فخلاص احنا هنتعامل على ان السي بي اس ان شاء الله ده لحد دلوقتي الى ان يحدث اي شيء اخر. بعد ما خلصنا النيكروزس هناخد تاني نوع من انواع الايرفيرسيبل سيل انجري اللي هو الابوبتوزس. احنا خدنا الايرفيرسيبل سيل انجري حاجتين نيكروزس وابوبتوزس. ازاي اعرف ان هو ايرفيرسيبل؟ قلنا بص على مين؟ على النيوكليوس. لو بايظه لو اتكسرت يبقى ده ايه؟ ايرفيرسيبل سيل انجري. الابوبتوزس معناه ايه؟ سيل ديس، خلايا بتموت. طب ايه الفرق بينه وبين النكروزس؟ النكروزس يا دكاتره بيحصل في كذا خليه، انما الابوبتوزس بيحصل في سنجل سيل. تاني حاجه ودي اهم حاجه، النكروزس بيجي لما الخلايا تتضرر، يعني الخلايا دي عايشه في امان الله، انا ضربتها بحاجه، خبطتها، عرضت لها التوكسين، قطعت عنها الدم، انما الابوبتوزس بيبقى موت ممنهج. يعني ايه ممنهج؟ الخليه دي عمرها انتهى، والجسم امرها ان هي بتموت فبتنتحر. بروجرامد سيل ديس. عشان كده بيسموا الابوبتوزس ده بالعربي الانتحار الخلوي، بيوصفوه انه الانتحار الخلوي. الخلايا بتنتحر ليه؟ عمرها انتهى، فالجسم بيديها امر ان هي تموت فبتعمل ايه؟ بتاكتف جينات جواها، الجينات دي بتطلع انزيمات اسمها جينات الابوبتوزس، بتطلع انزيم اللي بيبدا يكسر في الخليه فالخليه بتموت. الخليه بتموت اللي على يمينها سليم واللي على شمالها سليم مالهمش دعوه، انما في النكروز انا باجي على شويه خلايا بقوم ايه؟ واخدهم كده لوكشه واحده، موتتهم خنقتهم. بتروما، بتوكسين، بهايبوكسيا، بأي حاجة من حاجات السيل انجري، إنما في الأبوبتوزس لا، الخلية خلاص هتموت، سواء بأمر من الجسم أو بسبب إن عمرها انتهى، فبتأكتف جينات جواها وبتبدأ تنتحر لحد ما تموت، نعم؟ اللي هو إنزيم الكاسباز اللي هنقوله دلوقتي. يبقى ده الفرق يا دكاترة بين الأبوبتوزس وبين إيه؟ وبين النيكروزس. طيب، هي إيه فايدة الأبوبتوزس؟ يعني الأبوبتوزس ليه بيحصل؟ الجسم بيستفيد إيه لما يخلي الخلية تنتحر؟ أولاً لو خلية عمرها انتهى عشان تتجدد. لو خليه بايظه بتتشال وبتحط مكانها خليه جديده. اهم ميكانيزم يا دكاتره ايه؟ احنا عارفين ان الخلايا جواها دي ان ايه صح؟ طول الوقت احنا بنتعرض لحاجات ضاره، اشعه الشمس، فيروسات، مش عارف ايه، الحاجات دي بتخش تكسر الدي ان ايه. طبعا احنا عارفين لو شلت واحد من الدي ان ايه حته فيه باظت خلاص الجسم هيدش القاعده اللي حواليه اللي بيز اللي قصاده ويقوم جاي مكمل الشريط ده تاني. انما لو الاثنين كده حصلوا ساعتها الخليه دي مش هتتصلح تاني، ساعتها الدي ان ايه مش هيتصلح تاني. الخليه دي ممكن الدمج اللي حصل فيها ده يموتها وممكن ما يموتهاش. طب تخيلوا خليه لو ما ماتتش وجواها جزء من الدي ان ايه بايظ، الخليه دي بقت خليه غريبه. اكتر حاجه تخوف الجسم ان هي تقلب بعد كده كانسر. عشان كده على طول يقوم جاي مقفل فيها الابوبتوزس عشان يخلص منها. يا
يبقى لو خليه حصل فيها دي ان هي دامج الجسم مش قادر يعمل له ريبير، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ الجسم خايف ان الخليه دي تخرج بره سيطره الجسم وتبدا تنقسم لوحدها وتعمل لي الاورام السرطانيه، فساعتها ايه اللي يحصل؟ يقوم جاي الجسم مأكتف جواها الابوبتوزس عشان ايه؟ يخلص منها. في الكانسر الجينات بتاعت الابوبتوزس كمان بتبوظ. يعني في الكانسر معظم الكانسر جينات الابوبتوزس المسؤوله عن الابوبتوزس بتبوظ، فتلاقي الخليه بقت غريبه وجينات الابوبتوزس المفروض تتاكتف ما بتتاكتفش، فالجسم مش عارف يخلص من الخليه ليه؟ فتبدا طبعا تنقسم وتعمل لك كانسر زي ما هنفهم شطر الانجليزي ان شاء الله. يبقى الهدف الاسمى للابوبتوزس ان انا اخلص من الخلايا الغريبه اللي فيها دي ان هي دامج مش عارف اصلحه عشان احمي من النيوبلاستيك ترانسفورميشن، عشان احمي من انها تقلب كانسر. لحد دلوقتي الكلام سهل؟ عرفنا الهدف الاسمى من الابوبتوزس ايه؟ طيب الابوبتوزس ده دكاتره معينه فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. ممكن الابوبتوزس يحصل نورمال فيسيولوجيكال كسيناريو طبيعي، وممكن يحصل ابنورمال باثولوجيكال بسبب باثولوجي معين. فيسيولوجيكال زي ايه؟ اول حاجه الامبريو جينيسيس. امبريو ايه؟ امبريو جينيسيس يعني ايه؟ وقت تكوين الجنين. يا دكاتره وقت تكوين الجنين في خلايا بتظهر ليه؟ عشان تعمل وظيفه معينه لوقت معين. طب لما وظيفتها تخلص وشغلها يخلص على طول بيحصل فيها ايه؟ ابوبتوزس وبتنتحر لان كده وظيفتها انتهت. يبقى المفروض في نوع معين مثلا من الخلايا بيظهر عند الشهر الاولاني بيكون حاجه في الجنين وبتنتهي عند الشهر الثالث، طب بعد الشهر الثالث الخليه دي بتختفي وبيحصل فيها ابوبتوزس. تاني حاجه يا دكاتره المنستريشن. هو ايه اللي بيحصل في المنستريشن؟ في ميعاد معين بيحصل ايه؟ الاندوميتريا بيموت ويقع. طب الموت ده ممنهج ولا بسبب ان انا خبطته او ان انا عورته؟ ممنهج مرتب له، في وقت معين الجسم بيدي له امر انه يقع فبيموت وبيقع. عشان كده المنستريشن مثال الابوبتوزس. كمان يا دكاتره المينوبوز. ايه المينوبوز ده؟ برضه سن الياس. ايه اللي بيحصل؟ خلاص الجسم بيامر الجينيتال سيستم انه يوقف شغله خالص. الاوفري ما عادش بيطلع هرمونات، فبالتالي خلايا الجينيتال سيستم الاكتف سواء اللي موجوده في الاوفري او اللي مبطنه لليوترس بيحصل فيها ابوبتوزس. برضه حاجه ممنهجه في ميعاد معين والمشكله جايه بسبب ايه؟ امر من الجسم مش بسبب ان انا ضريت الكلام ده. اخر حاجه يا دكاتره انتستاينال هوميوستيز. طبعا كلنا عارفين ان خلايا الانتستين بتجدد نفسها طول الوقت، الميكوزا بتاعت الانتستين بتتجدد طول الوقت. طب الخلايا القديمه المفروض ان هي تموت عشان يطلع مكانها خلايا جديده. بتموت ازاي؟ هل انا بعورها؟ هل انا بقطع عنها الدم؟ لا، موت ممنهج، الجسم بيمر ان هي تموت فبتنتحر. ابوبتوزس. الباثولوجيكال ابوبتوزس، حاجات بقى باثولوجي. اشهر مثال ليها الاورجان اتوفي. ها، قلنا الاتوفي المره اللي فاتت كان ناقص حجم ولا عدد؟ الاثنين، نقص حجم ونقص ايه؟ ونقص عدد. قلت لكم لو اورجان مثلا جواه 8 خلايا، الاورجان ده صغر وبقى 4 خلايا، طب الاربعه الباقيين راحوا فين؟ ابوبتوزس. يبقى لو نقص عدد، النقص في العدد ده الخلايا دي بيحصل فيها ابوبتوزس فبتموت. برضه يا دكاتره في حالات الاتش اي في والفيرال هيباتايتس. عارفين الاتش اي في؟ الايدز. الايدز ده بيعمل ايه؟ بيخش جوه التي ليمفوسايتس وبيعمل جواها ابوبتوزس، فالتي ليمفوسايتس دي بتموت، فالتي ليمفوسايتس دي بتنتحر. برضه فيروس سي، فيرال هيباتايتس، فيروسات الكبد ممكن تخش جوه الهيباتوسايتس جوه خلايا الكبد وتاكتف جواها الابوبتوزس. برضه يا دكاتره جرافت ريجكشن. يعني ايه جرافت ريجكشن؟ واحد زارع عضو والعضو ده اترفض، الجسم رفض، بيبدا يهاجم العضو ده او بيأكتف جواه الابوبتوزس. واخر حاجه في النيوبليزيا في الانظار. في النيوبليزيا يا دكاتره في حاجتين بيحصلوا، الخلايا بتاعت الكانسر بتنتشر في الجسم، طب لما تنتشر لاورجان تاني بتخش تأكتف الابوبتوزس في الخلايا النورمال، فالخلايا النورمال تموت وتقعد هي ايه؟ مكانها. كمان عارفين ادويه الكانسر كيمو سيرابي، ادويه الكيماوي؟ بعض ادويه الكيماوي بتشتغل على الحته دي، ان هي بتحاول تأكتف الابوبتوزس في الخلايا السرطانيه دي. بتحاول تأكتف الابوبتوزس في الخلايا السرطانيه، فالخلايا السرطانيه دي تنتحر. بس الموضوع ده ساعات بينجح وساعات ايه؟ بيفشل، في الغالب بيفشل يعني. يبقى دكاتره اتروفي امثله الباثولوجيكال ابوبتوزس، اتروفي او فيرال انفكشن او جرافت ريجكشن او في حالات النيوبليزيا. نيجي بقى للكلام اللي بياكل عيش. ازاي بقى الابوبتوزس ده بيحصل؟ ايه الميكانيزم بتاع الابوبتوزس؟ انا عندي كذا خليه جنب بعض. تمام؟ والخلايا دي تبقى كوميونيكيتنج مع بعض المنظر. دلوقتي يا دكاتره الخليه دي جالها امر ان هي تنتحر، خلاص
الخليه دي بسبب ما عمرها بقى انتهى بقت بايظه. المهم الجسم امرها ان هي ايه تنتحر. اول حاجه بتعملها ايه؟ احنا قلنا دكاتره الخلايا مشبكه ايديها في ايدين بعض. انا جالي امر بالانتحار خلاص بفقد الصله بكل اللي حواليا، بسيب الجنكشن اللي هنا وبفصل الجنكشن اللي هنا وتبقى الخليه دي لوحدها مش متصله باي حاجه حواليها. دي اول حاجه بتحصل خالص. بعد ما الجنكشن ده بيتصل بتبدا الخليه دي يحصل فيها شرينكج، بتبدا الخليه دي تبقى شرنكج. يبقى اول حاجه الخليه فقدت الصله باللي حواليها، بعد كده بقت ايه؟ بقت شرنكج وصدرت في ايه؟ صدرت في الحجم. دي اول حاجه بتحصل. تاني حاجه بتحصل يا دكاتره النيوكليوس. النيوكليوس بيحصل فيها ايه؟ بيكنوزس وبعد كده كيريو ريكسز وبعد كده ايه؟ لا ما بيحصلش كيريو ريكسز، ضفر الكيريو ريكسز بس. اول حاجه بتحصل يا دكاتره بيكنوزس، يعني ايه بيكنوزس؟ شرينكج صح؟ وكوندنسيشن. بعد كده بيحصل ايه؟ كيريو ريكسز يعني ايه؟ فراجمنتيشن. هل بيحصل كيريو ريكسز؟ لا ما بيحصلش كيريو ريكسز. في المذكره بس في غلطه ان مكتوب بين قوسين يعني بيكنوزس بين قوسين فراجمنتيشن، لا هي بيكنوزس ثم فراجمنتيشن، يعني القوس اللي في النص ده جاي غلط. هي المفروض بيكنوزس وبعدها ايه؟ يحصل فراجمنتيشن اللي هو الكيريوريكسس. يعني اللي يشوف المذكره يحس ان البيكنوزس معناها فراجمنتيشن، لا هي بيكنوزس ثم ايه؟ ثم فراجمنتيشن ثم كيريوريكسس. بعد كده يا دكاتره ايه اللي بيحصل؟ السيل ممبرين بيتقسم لمجموعه من البليبس بابلز، مجموعه من الفقاقيات. السيل ممبرين بيقسم نفسه لكذا كوره بالمنظر ده، كل كوره من دي بتاخد ايه؟ جزء من النيوكليوس اللي ايه؟ اللي متكسره. يبقى السيل ممبرين بتاعتها دي اتقسم للبليبس، ايه البليبس دي؟ زي البابلز كده فقاقيات، ده عباره عن ايه؟ كور متغير بالمنظر دي، كل كوره واخده حته من النيوكليوس وواخده حته من السيتوبلازم. بعد كده يا دكاتره كل بليب بعد كده بينفصل في صورة كرة صغيرة. كل بليب من دول بيتفصل في صورة كرة صغيرة بسميها ابوبتوتيك ايه؟ ابوبتوتيك بودز. واخر حاجة بتيجي الماكروفاج تاكل الابوبتوتيك بودز وبكده يبقى انا خلصت من الخلية. يبقى الخلية عشان تنتحر عملت ايه؟ فقدت الصلة باللي حواليها وحصل فيها شرينكج. تاني حاجة النيوكليس اخبارها ايه؟ حصل فيها بيكنوزس شرينكج وكريوريكسز يعني فراجمنتيشن وبكده بقى ريفرسبل خلاص، الخليه دي مستحيل ترجع لورا مكان بما ان النيوكليوس اتقسمت. بعد كده السيل ممبرين بيتحول لمجموعه من البليبس، مجموعه من البابلز او الفقاقيه، كل فقاعه منها بتاخد حته من السيتوبلازم وبتاخد حته من النيوكليوس الايه؟ اللي متكسر. بعد كده كل بليب من ده بيخرج في صوره كوره، يخرج في صوره ايه؟ كوره، فالخليه بتتقسم لمجموعه من الكور اسمها ابوبتوتيك بابلز وبعد كده بتيجي الماكروفاج تاكل الابوبتوتيك بودز وبكده يبقى انا خلصت من الخليه دي. كلام سهل ولا صعب؟ سهل الكلام؟ حد مش فاهم الميكانيزم؟ تمام. فاضل لي معلومه واحده. ايه هي؟ في النكروسز يا دكاتره قلنا ان كان بيحصل حوالين النكروتيك اريا انفلاماتوري رياكشن، صح؟ طب كان سببه ايه؟ فاكرين؟ ايه سبب الانفلاميشن اللي بيحصل حوالين النكروزس؟ ان الخلايا لما بتموت بتربشر وبيطلع منها ايه؟ اللايزوزومال انزيمز اللي بتبدا تاكل في الخلايا النورمال اللي حواليها فتعمل فيها ايريتيشن وتعمل فيها انفلاميشن. هل هنا الخلايا ربشرت؟ مفيش اي ربشره حصل. الخليه اتحولت لمجموعه من الاوبتوتيك بادز من غير ما تربشر والاوبتوتيك بادز جات الماكروفاج كالتها. بمعنى الكلام ده ايه؟ ان مفيش انفلاميشن بيحصل هنا. مفيش انفلاماتوري رياكشن بيحصل هنا. ليه؟ لان الخليه ما ربشرتش والخليه ما طلعتش اللايزوزومال انزيمز اللي جوه، اتحولت لابوبتوتيك بادز وجت الماكروفاج كلتها وشكرا على كده. الخليه اللي على يمينها واللي على شمالها مش حاسين باي حاجه. مش عارفين اصلا ان الخليه جنبهم بتموت، الخليه بتموت في سلام من غير ما تضر اللي حواليها. يبقى اهم فرق بين النكروز والابوبتوسس ايه؟ ان ده فيه انفلاميشن انما الابوبتوسس ما فيهوش انفلاميشن. بعد كده عندكم جدول في غايه الاهميه بين النكروز وبين الابوبتوسس وعلى طول بيجي في الامتحان، بس طبعا الامتحان اخر السنه مش في نص السنه يعني. هتلاقوا عندكم من ضمن اوجه المقارنه ميدييتد باي. ميدييتد باي ايه؟ الانزيمات اللي بتكسر الخلايا في النكروز كانت بتتاكتف بسبب مين؟ الكالسيوم. كالسيوم اكتيفيتد انزيم. الانزيمات كانت بتتاكتف بالكالسيوم، طب كانوا كام انزيم؟ ثلاثه، فاكرينهم؟ البروتييز والفوسفولايبيز والاندو ايه؟ نيوكلييز. انما هنا الانزيم اللي بيكسر الخليه دي بيتاكتف جينيتك. قلنا في جينات مسؤوله عن الابوبتوز، لما بتتاكتف بيأكتف انزيم اسمه كاسبيز. يبقى مين الانزيم المسؤول عن الابوبتوزس؟
كاسبيز عشان لما تسأله في الشكوى. الكاسبيز ده الانزيم المسؤول عن الأوتوف. دوم الكاسبيز ده ما بيطلعش انزيمات تانية مش بيبقى السبب اللي هو بيتبع انزيمات تانية لا هو الكاسبيز فيه كذا أصلا بين كذا نوع. في نوع بيأكتف نوع بيأكتف التاني بعد كده ايه بيبدأ يكسر. الكاسبيز في النهاية مش بيطلع بقى انه بيزز وبيكسر. لا 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 في المحاضرة كان الدكتور يزود الفيزيكال بتاع الموتوزس ايوه الميتوكوندريال ايوه يحصل مثلا في مشكله الفانكشن او الجيرس بتاع الخليه ايوه 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 بس نفس الحاجه برضه قلت في النهايه طلعت ان البليز والبليز هو قال كده اه وقال كان شو قال طلع بقى ان البليز بوظت الدي ان ايه لايك بليز بوظ السيت سكيل بتاع الخليه السيت سكيل قال المهم انها توصل لنفس النظريه بتاع الانزيمات اللي قدام الكريس اصل اربط يعني الكلاسيكي في الموضوع ده ان الكاسبيز نفسه برضه بيكسر الكاسبيز نفسه بيبدا يكسر يعني عارف العواميد الموجوده في الخليه السيتوسكيلتون الحمايه اللي شايفه الخليه دي بيكسر ممكن يكون بيطلع معاه الانزيمات الثانيه ما اعترضتش مع الموضوع ده يعني ده ما اعترضتش معاه تمام بس هو لو تتخيل لو فوسفولايبيز مثلا طلع هل مش السيستم البرين ده هيتكسر؟ هل هيتحول لابوتوت خالص؟ مش زي النكروز والا كان بقى نفس النكروز هو مش زي النكروز خالص في تشابه بينهم اه بس الكي فاكتور في الموضوع هو انزيم الكسبيز ده اللي يهمني الموضوع ده مش في الميكرو ما عارف ان الابوتوس مش في الميكرو طيب سهل الابوتوس ولا صعب سهل الابوتوس ولا صعب الخليه بتتقسم لابوتوتيك بودز وبتيجي ما تنفعش في الاخر ايه كده المفترض في كليات الطب المحترمه برانش السيل انجري يخلص عنده يعني الكلام اللي باقي في البرانش ده حاجات تانية المفروض تتحط في ايه في برانش تاني في اجنحه تانية لوحدها بس هو ايه كليتنا طبعا ما بتحبش تتعبنا خلينا ندور في برانشات كتير فجمعتنا كله ايه في برانش واحد بعد كده دكاتره بقيه البرانش انا هتكلم عن مجموعه من الامراض بنسميها ديجنريتيف ديزيز ايه امراض الديجنريشن اتفقنا لما نقول كلمه ديجنريشن يبقى قصد بيها ايه كلمه ديجنريشن يبقى قصد بيها ايه ماده معينه اتجمعت بزياده جوه الخلايا او بره الخلايا وبدات تاثر على الخليه دي انا عندي ست امراض هدرسهم لحد اخر البرنامج. اول مرض اسمه ميوسينوس ديجنريشن. تاني حاجه هايلاين ديجنريشن. وتالت حاجه امايلويد ديجنريشن. وبعد كده عندي الجوت. وعندي باثولوجيكال كالسيفيكيشن وعندي باثولوجيكال بيجمنتيشن. يبقى ميوسينوس ديجنريشن، هايلاين ديجنريشن، امايلويد ديجنريشن، والجوت، والباثولوجيكال كالسيفيكيشن، والباثولوجيكال بيجمنتيشن. نبدا مع اول مثال اللي اسمه ميوسينوس او ميجويد او ميكزوميتوس ديجنريشن. كلمه ديجنريشن معناها ايه؟ ان في ماده اتجمعت بزياده جوه او بره الخلايا. لما اقول ميوسينوس ديجنريشن معناها مين اللي اتجمع هنا بزياده؟ الميوسين. يبقى تجمع الميوسين جوه الخلايا او بره الخلايا. يبقى الميوسين يتجمع جوه الخلايا او يتجمع بين الخلايا. هو ده الديجنريشن اللي احنا بنتكلم عنه. لما الميوسين يا دكاتره يتجمع جوه الخلايا بيبقى اسمه ميوسينوس او ميكويد ديجنريشن. انما لما يتجمع بين الخلايا بسميه ميكزوميتوس ديجنريشن. يبقى الميوسينوس او الميكويد ديجنريشن ده تجمع ميوسين جوه خلايا الانسان. انما الميكزوميتوس ديجنريشن معناها تجمع ميوسين فين؟ جوه الكونكتيف تيشو، في الكونكتيف ايه؟ تيشو. يبقى عندي ميوسينوس او ميكويد ده بنفس المعنى الانسان، وعندي الميكزوميتوس ده فين؟ في الكونكتيف تيشو. عايزين نعرف كم معلومه كده عن الميوسين. اولا النيك داي النورمال ميوسين ده او الميوكاس ده بيبان ازاي؟ اولا بيبقى بين صح؟ ولا بيبقى لونه غامق؟ بيبقى بين بيدي على جراي شويه. بيبقى بين جراي وبيبقى ترانسبيرنت بيلمع وبيبقى سليمي فلورا. يعني ايه سليمي؟ سن انكونسيستنس. ده الميوكس الميوسين. الميوسين بيبقى بين جراي وبيبقى ترانسبيرنت شفاف وبيلمع وبيبقى سن انكونسيستنس. طب تحت الميكروسكوب
ها من معلوماتكم يا دكاتره الميوسين بيتسبب بالهيماتوكسيلين ولا بالميوسين؟ ها كان بيبان احمر ولا ازرق؟ ازرق بلو لانه بيتسبب بالهيماتوكسيلين بيزوفيليك. يبقى الميوسين بيزوفيليك بيتسبب بلو بالهيماتوكسيلين ده النورمال ميوسين. قلنا الموضوع ده احنا بندرس فيه حاجتين، تجمع ميوسين جوه الخلايا وتجمع ميوسين بين الخلايا. جوه الخلايا اسمه ميوسينس او ميكويد، بين الخلايا اسمه ميكزومينس. اولا الميوسينس او الميكويد تجمع ميوسين جوه الخلايا عند له مثالين، مثال احنا عارفينه ومثال مش عارفينه. اللي احنا عارفينه اسمه كاتارال انتراكت. طب واللي احنا مش عارفينه اسمه ايه؟ ميكويد ادينو كارسينوما في الكون. نبدا باللي احنا عارفينه، الكاتارال انفلاميشن. الكاتارال ده كان سابيوت ولا نون سابيوت؟ نون سابيوت. طب كان بيتميز بايه؟ اكسسيف ايه؟ ميوكاس سكريشن. اللي كان مثال له كون كول بارد. قلنا الميوكاس ممبرين بيفرز ميوكاس كتير. فاكرين في الميكروسكوبك اكزامينشن قلنا لو بصيت جوه الخلايا هلاقي جواها ميوسين كتير. لما الميوسين كتير يتجمع جوه الخلايا بسميه ميوسينس او ميكويد ايه؟ ديجنريشن. يبقى كتر الانفلاميشن بيحصل فيه ميكويد ديجنريشن، لان خلايا الميوكاس ممبرين بتاعت النيزل ميكوزا في دور البرد هي بتفرز ميوكاس كتير، ولو جيت بصيت جواها هلاقي متجمع جواها ميوكاس كتير. طب تاني مثال ميكويد ادينوكارسينوما في الكولون. كلمة ادينوكارسينوما في الكولون معناها كانسر كولون. الكانسر في الكولون اسمه ادينو ايه؟ ادينوكارسينوما، وهناخد معنى الكلام ده ان شاء الله في شطر. الكانسر كولون اللي كتر فيه منه كذا نوع. من ضمن الانواع في نوع بلاقي الخلايا بدات تفرز ميوسين بكميات مهوله. يبقى بلاقي السرطان طالع وجوه الكانسر ده الخلايا السرطانيه دي بتفرز ميوكاس بكميات مهوله. طب لو جيت بصيت جوه الخلايا هلاقي جواها ايه؟ الميوكاس متجمع. ميوكاس متجمع جوه الخلايا اسمه ميكويد ديجنريشن، وسميت النوع ده من الكانسر كولون ميكويد ادينوكارسينوما في كولون. يبقى الميكويد ادينوكارسينوما في كولون ده نوع من انواع الكانسر كولون بيتميز بايه؟ افراز ميوكاس بكميات مهوله، وبلاقي الخلايا السرطانيه متجمع جواها مين؟ الميوكاس. يبقى عندي مثالين للميكويد ديجنريشن جوه الخلايا، القطار الانفلاميشن الخلايا بتتجمع جواها ميوكاس، والميكويد ادينوكارسينوما في الكولون او كمان في الاستومك بيتجمع جواها ايه؟ ميوكاس. تاني حاجه يا دكاتره تجمع ميوكاس بين الخلايا في الكونكتيف تيشو. لو جمع الميوكاس في الكونكتيف تيشو اسمه ايه يا دكاتره؟ ميكزوميتاس ديجنريشن. ميكزوميتاس ايه؟ ديجنريشن. مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ اول مثال واشهر مثال الميكسيديما. عارفين يعني ايه ميكسيديما؟ نقص مين؟ نقص الثيرويد هرمون. يبقى الناس اللي عندهم نقص في الثيرويد هرمونز بسميهم ايه؟ ميكسيديما. المرض ده بسميه ميكسيديما. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا دكاتره ان الناس اللي عندهم نقص في الثيرويد هرمون بيبدا الميوسين يتجمع في الكونكتيف تيشو بين الخلايا، وخصوصا تحت الجلد. وخصوصا فين؟ تحت الجلد. طب تخيلوا لما الميوسين يتجمع تحت الجلد مش الجلد ده هيتنفخ؟ طب لما الجلد يبقى اتنفخ يبقى حصل فيه ايه؟ اديما. زي الاديما بالظبط. بس الاديما بتحصل بميه، انما هنا الاديما حصلت بايه؟ بميوسين، بميوكس. فعشان كده سموا المرض ده ميكس اديما، يعني اديما تحت الجلد بسبب تجمع ايه؟ ميوسين تحت الجلد في الكونكتيف تيشو، ميكس اديما. والاديما دي بتبقى نون بيدنج، لان اللي متجمع ميوكس مش ميه، فبتبقى نون بيدنج. يبقى في حاله الميكس اديما نقص هرمونات الثيرويد، الميوسين بيتجمع بين الخلايا وتحت الجلد. عشان كده من هنا جه اسم المرض الميكس اديما. بتلاقي جلده منفخ، بتلاقي رقبته تخنق، بتلاقي عينه منفخه، هي دايما بتبقى في ميل، بتلاقي عينها منفخه، وفي اي ليدز. كل ده ليه؟ لان تحت الجلد السبكوتينيوس تيشو اتجمع فيه ميوكس. تاني مثال للميكزوماتاس ديجنريشن الميكزوما. كلمه ميكزوما معناها ايه؟ ده ورم حميد بناين تيومر بيجي في الكونكتيف تيشوز بيتميز بوجود ميوسين بكميات كبيره. يبقى كلمه ميكزوما، اوما يعني تيومر وميكسو يعني ايه؟ ميوسين. يبقى ده ورم حميد. ده ورم حميد، الميكزوما ده ورم حميد بيطلع من الكونكتيف تيشو بيتميز بوجود ميوسين بين الخلايا، فتسمى على اسمه ميكزوما. وبعض الكونكتيف تيشو تيومرز الثانيه برضه ممكن الاقي فيها ميوسين. بعض الكونكتيف تيشو تيومرز الثانيه ممكن الاقي فيها ميوسين. يبقى عندي ميكسيديما وميكزوما وكونكتيف تيشو تيومرز. طبعا الكتاب بتاعنا مش جايب اهم مثال اصلا للميكزوماتاس ديجنريشن اللي هو المايترال فنتربور لابس. مايترال فانتربور لابس، بس ده مش موجود في ايه؟ في حته صغيره باقيه في الميكزوماتاس ديجنريشن شكله تحت الميكروسكوب.
شكله تحت الميكروسكوب بلاقي ايه؟ الميوسين متجمع بين الخلايا ولا جوه الخلايا؟ بين الخلايا. الميكروسوم بيبقى له بين ايه؟ بين الخلايا. اولا بلاقي شويه خلايا بالمنظر ده ستار شيبد سيلز، خلايا نجميه بينها متجمع الميوسين، الميوسين متجمع بينها. يبقى يا دكاتره بلاقي شويه خلايا نجميه ستار شيبد سيلز مجمعه بينها ايه؟ الميوسين. الخلايا النجميه دي السيتوبلازم بتاعها بيتقابل والنيوكليوس بتاعتها تبقى راوند هايبر كروماتيك. يعني ايه هايبر كروماتيك؟ ها؟ هايبر كروماتيك يعني ايه؟ يعني مركزه مكثفه وباينه غامقه قدام. النيوكليوس مكثفه والدي ان ايه اللي جواها مركز فبتبان غامقه، هو ده الهايبر كروماتيك. الكروماتين جواها عادي. ايه بقى الخلايا النجميه دي؟ مصدرها مش معروف بس في يعني نظريات ان هي بعض الخلايا النورمال اللي اتخبس عليها واتزنقت بالميوسين فاتطبقت وعملت شكل زي ده، بس ده تفسير ما هوش ايه؟ ما هوش صح 100%. مصدر الخلايا دي النور، بس ممكن يبقى ده السبب. بعض الخلايا النورمال اللي اتطبقت وتحولت للشكل الليجي ده. اصلا الميكزومات اسوليوسنس ديجنريشن ممكن يحصلوا ايديوباسيك من غير ايه؟ من غير ما اعرف السبب، ممكن يحصلوا بسبب النون كوز. يعني ممكن يحصلوا من غير سبب وممكن يحصلوا سكندري انفكشن. ده شكل الميكزومتس ديجنريشن تحت الميكروسكوب. الموضوع ده كله اصلا مش مهم اساسا. الحته الوحيده المهمه اللي فيه واللي مش مكتوبه عندكم ان الميوسينس ديجنريشن تحت الميكروسكوب يا دكاتره بيعمل المنظر اللي احنا عارفينه اللي اسمه سيجنت رينج. قلت لكم في الفات تشينج في حاجتين في المنهج بيعملوا سيجنت رينج، ايه هما؟ الفات والميوسين. الميوسينس اللي هو الميكروسوماتوس ايه؟ الميوسينس او الميكويد ديجنريشن. يبقى الميوسين جوه الخلايا ممكن يعمل سيجنت رينج. دي الحته اللي بتجريش مع بعض. بقيت الموضوع سهل الكلام؟ حد عنده سؤال؟
يبقى دلوقتي انا عندي بروتين، ماده بروتينيه جمعت في الاورجان سواء بين الخلايا او جوه الخلايا، الماده دي اطلقت عليها الهيلايت البروتين الزجاجي. طب جاي منين البروتين ده؟ ما اعرفش. طب تركيبه ايه؟ ما اعرفش. طب شكله ايه؟ والله شكله بالنكد اي زجاجي جلاسي ترانسبيرنت تحت الميكروسكوب اتش اس اي هوموجينوس استراكشر بس ايزوفيل. بما ان انا البروتين ده مش عارف له مصدر ولا عارف له تركيب، الموضوع ده هيتعرض في صوره امثله فقط. يعني كل اللي اعرفه عن الهايلاين ديجنريشن او الهايلوزيس ده امثله. انا لاحظت ان البروتين ده بيتجمع في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. طب دي ليه وعشان ايه؟ ما اعرفش. عشان كده الموضوع ده بيعرض في صوره امثله فقط. تمام. امثله الهايلاين ديجنريشن، ماده الهايلاين دي دكاتره ممكن تبقى انتراسيلولار جوه الخلايا وممكن تبقى اكستراسيلولار بره الخلايا. اول مثال الانتراسيلولار هايلوزيس حاجه اسمها كروكس هايلاين تشينج او كروكس هايلوزيس. ايه كروكس بقى هايلاين تشينج؟ عارفين يا دكاتره البيتيوتري؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ طب كم جزء؟ انتيريور وبوستيريور. عارفين الانتيريور بيتيوتري فيها كم نوع من الخلايا؟ ثلاثه، اسيدوفيل سيلز وبيزوفيل سيلز وكروموفور. الاسيدوفيل اللي بتفرز الجي اتش والبرولاكتين. طب البيزوفيل اللي بتفرز التي اس اتش والاي سي تي اتش والاف اس اتش والال اتش، صح؟ انا عايز الخلايا اللي بتفرز الاي سي تي اتش. يبقى خلايا البيزوفيل اللي بتفرز الاي سي تي اتش في الانتيريور بيتيوتري. طب عارفين مرض اسمه كوشنج؟ كوشنج سندروم او كوشنج ديزيز. ايه كوشنج ده؟ زياده افراز الكورتيزون من السوبر رينال جلاند. طب الكورتيزون ده ممكن يزيد بسبب من اتنين، يا اما عيب في الجلاند نفسها هي اللي اتجننت وبقت بتطلع هرمون بزياده، يا اما عيب في البيتيوتري بيطلع اس تي اتش كتير فبيروح على السوبر رينال جلاند يطلع منها هرمون كتير. في الناس اللي عندهم كوشنج ديزيز بسبب زياده افراز الاس تي اتش من البيتيوتري، خلايا البيزوفيل اللي بتفرز اس تي اتش كتير دي بلاقي لسبب انها مش معروف بيتجمع جواها بروتين اللي اسمه هايلاين. طب ايه اللي جاب الهايلاين ده هنا؟ انا ما اعرفش. جه منين؟ تركيبه ايه؟ مصدره ايه؟ سببه ايه؟ مش عارف. مجرد ملاحظه انا لاحظتها. بعض الناس اللي عندهم كوشنج بسبب عيب في البيتيوتري، خلايا البيتيوتري اللي بتطلع اس تي اتش كتير، بصيت جواها لقيت هايلاين تشينج، لقيت ماده الهايلاين متجمعه جوه. بس هو ده اللي كل اللي اعرفه، فايه؟ اتسجل في الطب بصوره مثال او ملاحظه وخلاص. السبب والمصدر غير معروف. تاني مثال، الناس اللي عندهم نفروتيك سندروم. يعني ايه نفروتيك سندروم يا دكاتره؟ نفروتيك يعني ايه نفروتيك؟ يعني ايه نفروتيك سندروم؟ انت عارف مشكله في الكدني بتنزل بروتين في اليورين. الكدني حصل فيها مشكله بتنزل بروتين بزياده في اليورين. احنا عارفين نورمالي ان الكدني ما بتعديش حاجتين، البروتين والار بي سيز. البروتين والار بي سيز لو حصل مشكله في الجلوميرولاي وبدات تفلتر بروتين خصوصا البيورين في اليورين، بيحصل للشخص ده مشكله بسميها نفروتيك سندروم. الناس اللي عندهم نفروتيك سندروم جيت ابص على البروكسيمال كونفوليوتد تريبيونز لقيت ايه؟ لقيت خلايا البروكسيمال كونفوليوتد تريبيون متجمع جواها البروتين اللي اسمه هايلاين. متجمع جوا الخلايا البروتين اللي اسمه هايلاين. ده مش كده وبس. مش البروكسيمال كونفوليوتد تريبيون ده بيعدي فيها يورين؟ اليورين بتاع الشخص ده نازل ومعاه مين؟ بروتين. بتبدا بعض جزيئات البروتين تتكلكع مع بعض جوه اليومن بتاع البروكسيمال كونفوليوتد تريبيون. بعد ما تتكلكع مع بعض بيتجمع فيها بروتين الهايلاين ده كمان، وبتعمل لي هايلاين دروبلتس او هايلاين كاستس. يبقى مرضى النيفروتيك سندروم اللي عندهم بروتين بينزل بخباء في اليورين، خلايا البروكسيمال كونفوليوتد تريبيون بيتجمع جواها البروتين الغريب اللي اسمه هايلاين ده. طب جوه اليومن بتاع البروكسيمال كونفوليوتد تريبيون بعض جزيئات الالبيومين اللي نازله في اليورين بتتكلكع مع بعض، وبيبدا يتجمع فيها ايه؟ البروتين اللي اسمه هايلاين، بيعمل لي نقط حمراء بسميها هايلاين دروبلتس او هايلاين كاستس. جه منين؟ معرفش. سهل الكلام؟ ثالث حاجه الكوربرا اميليشيا. ايه الكوربرا اميليشيا؟ الناس اللي عندهم سينايل بروستاتيك هايبربليزيا او بيناين بروستاتيك هايبربليزيا. تعرفوا مرض مشهور في الرجاله الكبار اسمه تضخم البروستاتا. ايه تضخم البروستاتا ده؟ هرمونال ديستربنس، ديستربنس في التستوستيرون والاندروجينز في الشخص ده بتعمل هايبربليزيا في البروستاتيك جلاند. هي مش البروستاتا دي جلاند يا دكاتره؟ يعني ايه جلاند؟ عباره عن اسيناي. الاسيناي دي
بتبطنها من جوه الكولومنار ايبيثيليوم صح؟ طيب البروستاتا دي تحت تاثير الهرمونال ديستربنس حصل فيها هايبربليزيا. هايبربليزيا زياده في العدد ولا زياده في الحجم؟ الهايبربليزيا زياده في العدد، يبقى البروستاتا زادت في الحجم بسبب هايبربليزيا فين؟ في عدد الجلاندز جواها، يبقى الجلاندز دي بتكتر في العدد، وفي نفس الوقت الخلايا الكولومنر اللي جواها بتعمل بروليفريشن وبتزيد في العدد، يبقى الخلايا الكولومنر دي بتبدا تعمل بروليفريشن كمان وبتزيد في العدد. بعض الخلايا الكولومنر بتتفصل وتقع فين؟ في الليومن بتاع الاسيل. بعض الخلايا الكولومنر دي بتتفصل وبتقع في الليومن بتاع الاسيل. هو بيقوم جاي متجمع جواها البروتين اللي اسمه ايرون، فيتكون لي كلكيع حمراء مدوره كده جوه الليومن بتاع البروستاتيك جلاند، بنسميها كوربرا اميليشيا. الاجسام دي بنسميها كوربرا اميليشيا. يبقى ايه كوربرا اميليشيا؟ على فكره كل مثال انا بشرحه هيتاخد بالتفصيل في موضوع لوحده بعد كده. يعني احنا عندنا النيفروتيك سندروم موضوع كبير في الترم الثاني، البناين بروستاتيك هايبربليزيا موضوع برده كبير لوحده في الترم الثاني. فللاسف معظم الامراض اللي بناخدها دلوقتي هناخدها في صوره امثله، بعد كده كل مرض من الامراض دي هيتشرح بالتفصيل بعد كده. ايه البناين بروستاتيك او السمايل بروستاتيك هايبربليزيا؟ ده مرض تضخم البروستاتا اللي بيجي عند الناس الكبار في السن بسبب لخبطه في الهرمونات. البروستاتا بتكبر في الحجم بسبب زياده عدد ولا زياده حجم؟ زياده عدد. الجلانز اللي جواها الاسينايل اللي جواها زادت فين؟ في العدد. طب لما الاسينايل بتزيد في العدد الخلايا اللي جواها برضه بتعمل بروليفريشن وبتزيد في العدد. بعض الخلايا اللي بتتفصل بتتفصل وتقع فين؟ في اليوم تكلكع مع بعض، ويقوم جاي متجمع جواها البروتين اللي اسمه ايوين، ويعمل ايوين بوديز جوه الليوم بتاع البروستاتيك اسيناي. بسمي الهايلاين بوديز دي كوربرا اميليشا. يبقى كوربرا اميليشا مثال الهايلينوزيس بشوفه في مرضى تضخم البروستاتا. رابع حاجه الراسل بوديز. الراسل بوديز دي بشوفها فين يا دكاتره؟ في الراينو سكليروما. ها انتوا شطار واشطر مني، جبنا سيره الراينو سكليروما فين؟ فين؟ في الميكولكسيسيس. ايه الميكولكسيسيس ده حضرتك؟ ايه عنوان الموضوع؟ هيدروميك. هيدروميك ايه؟ هيدروميك ديجنريشن. انتوا ما بتذاكروش ليه؟ ها؟ انتوا ما بتذاكروش ليه؟ انا هجيب طمانجة معايا في الحركة دي، واللي ما تجاوبش في دماغها ولا اعمل ايه بس معاه؟ ذاكروا ما عادش في وقت الحصة اللي تتاخد تتذاكر. واضح الكلام؟ ولا مش واضح؟ ايه الميكولكسيسيلز دي؟ خدناها هيدروبيك دي جنريشن في الماكروفاج في حالات الرينوسكندروما. قلنا الرينوسكندروما دي يا دكاتره ايه؟ جرانيولوما بتيجي في المناخير. الليجن في النص حواليه كوليكشن اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز. ماكروفاج ولينفوسايتس وبلازما سيلز، وكل ده متقفل من بره بايه؟ بفايبروز. ماكروفاج ولينفوسايتس وبلازما سيلز. قلنا الماكروفاج بيحصل فيها هيدروبيك دي جنريشن وبيبقى اسمها ايه؟ ميكوليكس سيلز. البلازما سيلز بيحصل فيها هيالاين ديجنريشن وبيبقى اسمها راس البادز. يبقى الميكوليكس سيلز هيدروبيك ديجنريشن في الماكروفاج، امال راس البادز هيالاين ديجنريشن في البلازما سيلز، والاثنين دول ما بنشوفهمش غير في الراينوسكليروما. يبقى اللي خلينا اعرف الراينوسكليروما ايه؟ ان انا اشوف الميكوليكس سيلز وان انا اشوف الراس البادز. تمام؟ سهل. يبقى البلازما سيلز في حالات الراينوس كلوروما بيحصل فيها هايلاين دي جنريشن وبيقلب اسمها لراسل بوديز. كده خدنا اربع امثله. خامس مثال عندي في السيلولار هايلينوزس الابوبتوتيك بوديز. الابوبتوتيك ايه؟ الابوبتوتيك بوديز فين؟ في الليبر، في الهيماتوسايت. يا دكاتره خليه الليبر لما بيحصل فيها ابوبتوزس مش بتتحول لابوبتوتيك بودز؟ صح؟ لسه واخدين في اول الحصه. نورمالي الابوبتوتيك بودز دي المفروض تيجي الماكروفاج تاكلها، في بعض الحالات ما بتتاكلش. بيبدا يتجمع فيها هايلاين تشينج. بيبدا يتجمع فيها بروتين اللي اسمه هايلاين. يبقى في الليبر في الابوبتوزس اللي بيحصل في الهيباتوسايتس في بعض الحالات الخليه اللي بيحصل فيها ابوبتوزس وبتتكسر الابوبتوتيك بودز. بيجي الهايلاين يتجمع جوه الابوبتوتيك بودز دي ويعمل بطس جديدة باسم جديد. أنا عندي مثالين للقصة دي، يا إما في الناس اللي عندهم الكحوليزم، يعني الكحول ضر خلايا الهيباتوسايتس وعمل فيها أبوبتوزس، فخلايا الهيباتوسايتس بعد ما حصل فيها أبوبتوزس وتحولت لأبوبتوتيك بطس، بدل ما الميكروفاج تاكلها اتجمع جواها البروتين اللي اسمه هايلاين وعملت بطس جديدة بسميها مالوري بطس. يبقى إيه هي المالوري بطس؟
دي هايلايتد تشينج في الابوبتوتيك بابلز في الليبر في الناس الالكوحوليك. امال لو بسبب فيرال انفكشن زي ايه؟ زي فيرال هيباتايتس وزي فيروس بيجي في الليبر اسمه يلو فيفر. نعم؟ يلو فيفر او الفيرال ايه؟ هيباتايتس. برضه لو حصل فيرال انفكشن الهيباتوسايت اكتف جواها الابوبتوزس، الخليه دي هتتكسر لابوبتوتيك بودز، الابوبتوتيك بودز دي هيحصل جواها هايلايت ديجنريشن وتتحول لحاجه اسمها كونسلمان بودز. يبقى ايه كونسلمان بودز؟ هايلايت ديجنريشن في الابوبتوتيك بودز في الليبر في الناس اللي عندهم فيرال انفكشن زي فيرال هيباتايتس او زي يلو فيفر بودز. يبقى المانوري بودي والكونسلمان بودي هما هما هايلايت تشينج في الابوبتوتيك بالز، بس الفرق بينهم السبب ده في الالكوحوليزم وده في الفيرال انفكشن. سهل ولا مش مفهوم؟ سهل. اخر مثال عندي يا دكاتره، انا قلت لكم الموضوع ده بالنسبه لي انا اخم من الاميلود اصلا، لان انا عمال اخد امثله من غير ما اعرف تفاصيل، عمال اخد امثله من غير لسه ما اعرف ايه التفاصيل. سادس مثال عندي الزنكر ديجنريشن او الزنكر ميكروزس. ايه بقى الزنكر ديجنريشن؟ عارفين يا دكاتره الطيفويد؟ الطيفويد السالمونيلا، الطيفويد بتاع الاكل بتاع الدم، اكل بايظ. الطيفويد ده بيعمل ايه؟ بيخش البكتيريا بتنزل على الانتستين بتقعد اسبوع في الانتستين، ده نورمال عند الناس كلها. وبعد كده في ثاني اسبوع بتخش في الدم تنتشر في الجسم كله. وبعدها في ثالث اسبوع ترجع من الدم للانتستين تاني، تبدا تعمل الباثولوجي بتاعها في الانتستين. بتعمل ألسرز في الانتستين وبتعمل فيبر وبتجيب ترجيع وبتجيب اسهال والكلام ده كله. وفي رابع اسبوع المريض بيشفى منين؟ من المرض. يبقى المرض ده بيعدي باربع مراحل. في تاني اسبوع البكتيريا دي قلت لكم بتخش فين؟ الدم، وبتنتشر في الجسم كله. عند الناس كلها بتخش الدم ما بتعملش حاجه، ما بتعملش اي ضرر في الجسم. الضرر ما بيظهرش الا في الاسبوع الثالث، لما ترجع تاني على الانتستين تبدا تبوظ في الانتستين. بعض الاشخاص سيئ الحظ التيفويد لما يخش الدم في الاسبوع الثاني يبدا يطلع شويه توكسينز، تبدا تضر لي في كذا مكان في الجسم، تبدا تضر كذا حته في الجسم. من اشهر الحتت اللي بتضر السكليتال ماسلز وخصوصا الريكتس ابدومينيس والدايفرام. ايه الريكتس ابدومينيس؟ المصل ايه؟ التقسيمه بتاعت البطن والدايفرام. بيحصل فيهم ايه؟ بيحصل فيهم حاجتين، نيكروزس وهايالينوزس. هو ده الزنكر ديجنريشن. يبقى الزنكر ديجنريشن ايه اللي حصل؟ في الناس اللي عندهم تايفويد، بعض الناس اللي عندهم تايفويد في الاسبوع الثاني لما التايفويد يخش الدم بيطلع توكسينز بتروح تاثر على كذا حته في الجسم، من ضمن الحتت اللي بتتاثر مين؟ السكليتال ماسلز وخصوصا الريكتس ابدومينيس والدايفرام. بيحصل ايه في السكليتال ماسلز دي يا دكاتره؟ اولا المسل فايبر بيحصل فيها نكروز، وبعد ما يحصل فيها نكروز بيتجمع جواها هايلاين بيحصل فيها هايلاينوزس. هو ده الزنكر ديجنريشن. يبقى نيكروزس فولود باي هايلينوزس بيحصل في السكليتال ماسلز في الناس اللي عندهم ايه؟ تايفويد فيفر. بالنجد اي هي نورمال يا دكاتره، المسل دي مش فيرم وقويه، امال لما بيحصل فيها القصه دي بتبقى سوفت وبتبقى بيل وبتبقى فرايبر وممكن تعمل ماس يحصل فيها هيمورج كمان، ممكن تعمل لي ماس في العضله يحصل فيها هيمورج، طبعا الماس دي ممكن ترابشر في الماس. طب تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب يا دكاتره انا حصل لي حاجتين، نيكروزس وبعدها ايه؟ هايلينوزس. نيكروزس يبقى الخليه دي بتفقد الايه؟ الاستراكشرال ديتيلز، لوس اوف ديتيلز. بعدها هايلينوزس الخليه دي بتبان ايه؟ اتش اس اي، هوموجينوس استراكشر ريس اسينوفيليك، يعني بتبان هوموجينوس ريد فايبرز او هوموجينوس ريد سيلز. يبقى الخليه ماتت والديتيلز بتاعتها اتمسكت. بعد ما حصل فيها كواجلاتيف نيكروزس بيحصل فيها هايلينوز وبيتجمع جواها البروتين اللي اسمه هايلاين وبتبان الخليه دي هوموجينوس. هو ده الزنكر ديجنريشن او الزنكر نيكروزس. يبقى السيلولار هايلينوزس تجمع هايلاين جوه الخلايا. خدنا له ست امثله. موضوع الهايلاين ده دكاتره بيجي دايما في اخر السنه انيوميريت انيوميريت اربع اكزامبلز اوف سيلولار هايلينوزس او اكسترا سيلولار ايه هايلينوزس. السيلولار هايلينوزس تجمع هايلاين جوه الخلايا. ايه الهايلاين ده؟ بروتين غريب ما اعرفش تركيبه ولا اعرف مصدره، بيبان اتش اس اي. عندي ست امثله لتجمعه جوه الخلايا، الكروكس هايلاين تشينج بتاع البيتيوتري في حالات الكوشنج. تاني مثال النفروتيك سندروم في البروكس بال كونفوليوتد تيوبيول. تالت مثال الكوربرو اميليشيا في الناس اللي عندهم تضخم البروستات. رابع مثال ايه؟ راس البادي في الرايتوسكيلروم. خامس مثال الابوبتوتيك بودز بتاعت الهيباتوسايت.
في حالات الالكوهوليزم بسميها مادو بيبادي، او في حالات اليلو فيفر بسميها ايه؟ كاونس المان بادي. مسادس مثال الزنك ديجنريشن، تجمع هايلايت جوه السكليتال ماسلز في حالات التايفويد. هو مش المفروض الجينيتك يعني مفيش حاجه اتدخلت فيه؟ امال هنا قلنا الالكوهوليزم هو اللي سبب الاموتيزم. ايوه ايوه الضرر يعني الالكوهوليزم، وعلى فكره في ايه؟ الكحول بيضر الخلايا على مدار فتره طويله، بيأكتف ساعات بيأكتف سلسله الالكتوز جواها، يعني الخلايا دي بتبوظ بسرعه. طب لما تبوظ بسرعه ممكن يحصل فيها الالكتوزيس، ممكن تبدا تموت نفسها تنتحر عشان تتجدد ويطلع منها خلايا. ما احنا مش في حاجه اسمها باثولوجيكال الالكتوزيس، يعني ممكن حاجه تتدخل من بره. طب ليه ما سميتهاش بقى نيكروز بدل في حاجات من بره؟ لا، الفكره في النيكروز ان حاجه جت قتلت الخلايا كلها وشالتها مره واحده، انما لو انا حاجه برخم على الخليه او عمال اعمل اريتيشن للخليه لحد ما الخليه تبص فتنتحر، لا ابوبتوزس. يعني ابوبتوز حكايه قصه بتحصل مش سبب، ممكن السبب نفسه يعمل نيكروز ويعمل ابوبتوز. الفكره في الاحداث حصلت ازاي، يا اما انا موت مره واحده يا اما ايه خليت الخليه تنتحر او الجسم عباره عن ايه. وانما كان زمان ما كانش في حاجه اسمها باثولوجيكال ايه ابوبتوزس. طيب الاكسترا سيلولار هايلوزس، تجمع هايلاين بره الخلايا. الهايلاين اللي هيتجمع بره الخلايا ممكن يبقى فاسكولار يتجمع في البلاد فيسلز، او اكسترا فاسكولار بره البلاد فيسلز. فاسكولار يعني ايه؟ بيجي في انهي بلاد فيسل؟ ممكن يجي في ارتري كبير، ممكن يجي في ارتريول صغير، وممكن يجي في كبير. ارتري كبير زي حالات الاثيروسكليروزس. يعني ايه اثيروسكليروزس يا دكاتره؟ تصلب ايه؟ تصلب الشرايين. ايه تصلب الشرايين ده؟ انا عندي الارتري عباره عن انتما اللي هو الاندوثيليوم، وبعد كده ميديا، وبعد كده ادفنتيشن. تصلب الشرايين بتيجي كتل فايبروفاتي بتتجمع تحت الاندوثيليوم، كتل من الفاتشو اللي متحوطه فايبروستيشو بتتجمع تحت ايه؟ تحت الاندوثيليوم. هو ده تصلب الشرايين. الكتل دي ساعات بيتجمع جواها ماده الهايلاين، يبقى ممكن يحصل هايلاين ديجنريشن في الناس اللي عندهم اثيروسكليروز. طب ارتريول، اشهر ارتريول عندي بيحصل فيه الكلام ده السنترال ارتريول في السبلين. عارفين السبلين؟ بيبان ازاي تحت الميكروسكوب؟ كبسول وايه؟ وترابيكولي. طب ماده السبلين نفسها عباره عن حاجتين، ريد بالب. ايه الريد بالب ده؟ اللي هي البلاد سينوسويد. ووايت بالب. ايه الوايت بالب ده؟ لينفويد فوليكلز اللي هي الكور الزرقاء. وجوه الليمفويد فوليكلز ده كانت في النص في ارتريول اسمه ايه؟ السنترال ارتريول. اهو السنترال ارتريول ده ممكن يحصل فيه ايه؟ ايلاين ديجنريشن. امتى بيحصل الكلام ده؟ في حالات الناس اللي عندهم بناين هايبرتنشن وفي الاولد ايج، يبقى الناس الكبيره في السن او الناس اللي عندهم بناين هايبرتنشن. ممكن يحصل في كابيلاري؟ اه بيحصل فين في الكابيلاري؟ اشهر كابيلاري عندي الجلوميرولاي. ممكن الجلوميرولاي يتجمع جواها هايلاين في حالات الكرونيك ديفيوز جلوميرولونفرايتس. جلوميرولونفرايتس ده كرونيك انفلاميشن فين؟ في الجلوميرولاي. في الكرونيك انفلاميشن في الجلوميرولاي الكرونيك ديفيوز جلوميرولونفرايتس ممكن يتجمع جواها ماده الهايلاين. طبعا الجلوميرولونفرايتس موضوع هنتكلم عنه بالتفصيل الممل في الترم الثاني ان شاء الله. طب اكسترا فاسكولار بره بلاد فيسلز ممكن يتجمع فين؟ في اولد سكار، سكار قديمة، أو ممكن في الثرومبس في جلطة. على فكرة في الجلطة ممكن يتجمع في الفايبرين نفسه بين الخلايا، وممكن يتجمع في البليتلت، وساعتها بسميه سيلولار إيه؟ هايلينوزيس. يبقى نفس السيلولار هايلينوزيس جوه البليتلت بتاعت إيه؟ بتاعت الجلطة كمان. أو بره البليتلت يبقى إكسترا إيه؟ إكسترا سيلولار. ممكن يا دكاترة في تيومرز زي الليو مايوما. ها إيه الليو مايوما ده؟ الليو مايوما ده يا دكاترة ورم حديد بيطلع في السموث ماسلز. ليو مايوما هناخده بالتفصيل ان شاء الله في شابتر تيومر. ورم حديد بيطلع في الليو مايوسايتس اللي هي ايه؟ السموث ماسلز. واشهر مكان له الفيميليوتروس، اشهر مكان بيجي فيه الفيميليوتروس. جوه التيومر ده ممكن يتجمع ماده الهايلاين. اخر مثال عندي السبلين في الكبسول وفي الترابيك، برضه في حالات الاولد ايج وفي حالات الهايبر. عشان كده احنا عندنا شريحة اسمها ايه؟ هايلاين سبلين. شفتها في السكشن؟ هايلاين سبلين؟ عرفتوها ولا صعبها؟ هو السبلين عادي بس ايه محمر شوية، الكبسول بتاعه خامق، الارتريولز غامقة شوية كده. السكشن ده مش موجود اصلا، هما الوحيدهم بس اللي شايفينها. دكتور نعم، هو الفرنسي المنبر اللي فرع ايه؟ الفرنسي المنبر كونس المان بادي. كونس المان بادي؟ حصل فيها هايلاينوزيس. أو
في الليفر. مش المثال ده ايه؟ ما بكتوش الصخر. وبعدين برضه ممكن يحصل فيها يا بكتوش البادس ممكن يحصل فيها يا بكتوش البادس. هي اصلا على فكره يعني هي اصلا بتتقال مجازا على بروتوتيك بودس اللي جايه بسبب فايرال يعني سواء حصل فيها كارينوس او ما حصلش بيتقال عليها بيتقال عليها 5 سنين عادي يعني يعني مش شرط يحصل معاها كارينوس عشان 5 سنين ساعات مجازا بقول عليها كون سيبان لو حصل ابتوز حتى من غير ايه حتى من غير كارينوس فكده او كده صعب يعني سواء حصل كارينوس او ما حصلش لو قلت عليها كون سيبان فاضل مش هيحصل حاجه بس على النص ده المصروج بالذات او بعد كده في الطب عموما انت بقالك سنتين بتاخد حاجات ثابته لو شفتها في اي مرجع اصل ده طبيعي النورمال القلب طول عمره شمال ممكن يبقى يمين اه بس هو طول عمره شمال الكبد طول عمره يمين مش هتلاقي بالقلب الكبد بتاعه شمال فانت بتاخد بقالك سنتين في النورمالات الثوابت انما من اول السنه دي خليك فليكسبل شويه مع الطب يعني ممكن تلاقي معلومه في مرجع محترم وتلاقي مرجع محترم نفي المعلومه دي ده صح وده صح ده لاحظ في حالات فبيكتب ملاحظاته وده لاحظ ده في حالات ثانيه فبيكتب ملاحظاته هو الطب كله كده مفيش فيه ثوابت فممكن مرجع بيطلق عليك الكلام ده ممكن مرجع تاني يطلق عليك نفس الكلام عادي بس صعب الهايلانوسيس صعب ولا سهل أول مرة أنا عمالة يعني أمسك الكلام كده ولا أنت مش ماسكة أي ورقة مش متابع مع الكلام متابع مع الكلام يا دكاتره موضوع الهيلانوس ده اللي خدناه ده رخمته في ايه؟ انه مجرد امثله مجرد امثله مش فاهم ايه وعشان ايه وحصل ايه كل اللي بقوله امثله ملاحظ فيها تجمع الماده دي وخلاص نبدا بقى نقول في الكلمتين يلا عشان نمشي انا كنت بادئ يعني كنت بادئ لهم امبارح الكلام ده الا ربع دلوقتي ونص فوارد ان انتوا تخرجوا كمان ايه ربع ساعه ساعدوني ان هي ما تطولش عن ربع ساعه انا بقول بقى لا انا لسه ايه يعني من 10 دقايق لربع ساعه انا بقولك دلوقتي انا كنت وصل للمرحله دي كانت الساعه الا ربع دلوقتي هي نص معايا فممكن نمشي الا ربع فايه ساعدوني ان احنا فعلا نمشي الا ربع بعد كده هتكلم يا دكاتره عن مرض اسمه الجود ايه الجود ده عارفينه بالعربي اللي هو اسمه ايه النقص طب الجود ده عباره عن ايه هايبر يوريسيميا هايبر ايه هايبر يوريسيميا اللي هو الجود يعني ايه يعني هايبر يوريسيميا زياده اليوريك اسيد عن النورمال زيادة اليوريك اسيد اكبر من النورمال ليفل، طب لما يزيد عن النورمال ليفل يبدا يترسب في اماكن معينه في الجسم، في الجوينتس وفي الكدني. في الجوينتس ومين؟ والكدني. يبقى زيادة اليوريك اسيد عن النورمال بالدرجه اللي يترسب فيها في الجوينت والكدني. هو النورمال يوريك اسيد كام؟ من 3 ل 7 في الميل ومن 2 ل 6 فين؟ في الفيميل. لو زاد عن 7 في الميل او 6 عن الفيميل يبدا يبقى فري في الدم هو طول ما هو نورمال متشال على بروتين على بلازما بروتين طب لو عليها عن طبيعي يبقى فري في الدم ولما يبقى فري يبدا يترسب في صوره املاح فين في الجوينتس وفي الكين طب عارفين اليوريك اسيد ده بيجي منين بيجي من تكسير البروتين والدي ان ايه بيتحول لبيورين وبيرميدين انا اليمين البيورين البيورين بيس دي بتتحول بعد كده لزنسين وانزيم اسمه زنسين اوكسيديز بيتحول ليوريك ايه يوريك اسيد يبقى لو عايز اعلي اليوريك اسيد لازم ايه؟ اكتر البروتين والدي ان ايه؟ عشان كده المرض ده بيجي في الناس اللي بتاكل ايه؟ لحم يسموه مرض الملوك او مرض الايه؟ الاغنياء، ليه؟ لان انا باكل لحمه كتير الحمد لله رزق علينا فقراء، اللي بياكل لحمه كتير عمال على مطال بيزيد عندهم الايه؟ التكسير ده فبيزيد اليوريك اسيد فممكن يعمل لهم جود او اليوريك اسيد لو زاد عن النورمال ليفل يبدا يتجمع في الجوينت ويبدا يتجمع في مين؟ لحد دلوقتي الكلام سهل ولا صعب؟ انتوا بتتناقشوا في العلم ولا في حاجه ثانيه؟ بيجي اهو
المعادله قدامك اهي، دي المعادله اهو، تكسير البروتينات والدي ان ايه بيديني يوريك اسيد في الاخر. لحد دلوقتي الكلام سهل ولا صعب؟ تمام. انا عندي نوعين من الجوت. الجوت يا دكاتره ممكن يبقى برايمري وممكن يبقى سكندري. برايمري يعني ايه؟ يعني جاي لوحده، يعني هيريديتري وراثي، عيله مشهور فيها البطرس، بيبقى فيه جينيتك ديفكت معين في الشخص بيجي بسببه الجوت. الهيريديتري ده بيظهر عند ال 40 سنه وبيبقى دايما في الميل اكتر من الفيميل. طيب المشكله الجينيه الهيريديتري ديفكت ده بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه من اتنين، يا اما الشخص ده يبقى عنده ابنورمال زياده في اليوريك اسيد سينسيز، يا اما عنده ابنورمال ديكريز في اليوريك اسيد كليرانس. يبقى الشخص ده عنده مشكله وراثيه بسببها بيزيد انتاج اليوريك اسيد زياده عن اللزوم، او الكدني بتاعته ما بت ايه؟ ما بتسربش اليوريك اسيد في اليوريك. في كلتا الحالتين دول سواء ده او ده اليوريك اسيد هيزيد في الدم وهيعمل له بطرس. ده 90% من الحالات بتبقى برايمري. يبقى 90% من الناس اللي بيجيله البطرس، ما فعلا ممكن واحد ياكل لحمه وممكن واحد ثاني ياكل لحمه، ده يجيله ده ما يجيلوش. ليه؟ لان ده عنده مشكله جينيه بيزيد عنده انتاج اليوريك اسيد عن الطبيعي، او الكدني بتاعته ما بت ايه؟ ما بتخلصنيش من اليوريك اسيد الزياده، فيزيد في الدم ويعمل جوت. طب تاني حاجة، تاني قصة أو تاني سيناريو للجوت ممكن يبقى سكندري. سكندري لإيه؟ سكندري لمرض تاني. الأمراض يا دكاترة اللي بيبقى معاها السيلولار ديستراكشن. طب لما الخلايا تتكسر بزيادة مش الدي إن إيه اللي جواه بيتكسر ويتحول لإيه؟ ليوريك أسيد، فاليوريك أسيد يعلى. زي إيه؟ زي الناس اللي عندهم لوكيميا. مشهورة أول نقرص في الناس اللي عندهم لوكيميا، سرطان الدم. إيه اللوكيميا ده؟ ده سرطان الدم بيزيد الوايت بلاد سيلز زيادة مهولة. طب لما الوايت بلاد سيلز زيادة دي تتكسر، إيه اللي بيحصل؟ بيطلع اليوريك اسيد وممكن يعمل فيهم جوت. برضه الناس اللي عندهم مرض اسمه بولي سايسيميا روبرا فيرا. ايه البولي سايسيميا روبرا فيرا ده؟ ده مرض هتكون في البطن ان شاء الله بيزيد في الار بي سيز بشكل اساسي، وبيزيد معاها الوايت بلاد سيلز، وبيزيد معاها البليتد كام. يبقى كل خلايا الدم بتزيد الار بي سيز ودي بشكل اساسي، ومعاها كمان الوايت بلاد سيلز والبليتد. طب لما الخلايا تزيد عن الطبيعي هتتكسر، طب لما تتكسر هيطلع يوريك اسيد وممكن تعمل في الشخص ده. طبعا. امال ايه؟ هي لازم المرض الوراثي يظهر وانا صغير؟ لا طبعا. البروتين الفتره دي البروتين الجين مع الفايس ما بيظهرش تاثيره الا اتاخر. ساعات الجينات البايظه ما بتظهرش تاثيرها الا اتاخر. عارفه السكر؟ والسكر في تايب 1 وتايب 2؟ طيب هو ده بيزج فين؟ الصغيرين. سبب ايه؟ اوتو اميون ديزيز. يعني ايه؟ عندهم اوتو اميون ديزيز الاوتو انتي بودز بتهاجم الجسم. امال طيب ده بيظهر فين؟ في السن الكبير. النوع ده جينيتك وراثي. طب ازاي جينيتك وظهر في السن الكبير؟ عادي الجينات دي ما بتكتبش الا في السن الكبير. يعني مرض الدايبيتس اللي بيجي عند الناس الكبار مرض وراثي، في جينيتك بيز، في جينيتك سبيرتس. اوتو اميون. اوتو اميون. اللي بيجي الاطفال الصغيرين اللي هو تايب 1 ده اوتو اميون. بتطلع انتي بودز تهاجم البيتا 6 فتدمره، فالبنكرياس بتاعهم يبوظ وما بيطلعش انسولين. انما في طيب توك الناس الكبار هم عندهم انسولين بس الريسبتور ايه؟ هو اللي بايظ. ليه؟ ده حاجه جينيتك. تبدا الريسبتورز لوحدها في الوقت ده تبوظ بسبب الجينيتك ديفكت. ممكن الجينات البايظه تاثيرها ما يظهرش وانا صغير، بيظهر تاثيرها وانا كبير. زي الجو، الجينات البايظه دي تاثيرها بيظهر ايه؟ في السن الكبير. طول الفتره دي هو طبيعي، انما بعد كده حاجات بقى بايو كيمستري عميقه شويه ما لناش احنا فيها بايه؟ بيكتب عنها زياده في اليوريك اسيد فبيجيب لها. يبقى اليوريك اسيد زاد عن النورمال فحصل ايه؟ تجمع اليوريك اسيد في الجوينت وفي الكدني. في الجوينت هيعمل ايه؟ وفي الكدني بقى هيعمل ايه؟ اول حاجه الدكاتره في الجوينت بيعمل ايه في الجوينت؟ بيبدا يتجمع في الجوينت ويعمل هناك انفلاماتوري رياكشن. ممكن الانفلاميشن ده يبقى اكيوت، يحصل اكيوت جوتي ارثرايتس. يعني ايه ارثرايتس؟ انفلاميشن في الجوينت. وممكن يبقى كرونيك، كرونيك جاوتي ارثرايتس. يبقى ممكن يحصل في الجوينت اكيوت انفلاميشن وممكن يحصل كرونيك انفلاميشن. املاح الجو، املاح اليوريك اسيد لما بتتجمع في الجوينت بتيجي الماكروفاج والنيوتروفيل عشان تاكلها، بتبقى رابشر وبيطلع منها اللايزوزوم الانزايم اللي بتبدا تاكل في الجوينت فتعمل التهاب في مين؟ في الجوينت. اكيوت جاوتي ارثرايتس. الجوينت اللي بيحصل فيها اكيوت انفلاميشن بنلاقي ضرايب دكاتره زي اي كاردينال ساين، بيبقى ريد، بيبقى هوت، بيبقى بينفول، وبيبقى ايه؟ سوني ريدنس وهوتنس وبينس وبين. القصه دي بتقعد كام يوم وبعد كده ايه؟ الجوينت بيندف وبيرتاح. اي جوينت في الجسم ممكن يتاثر، بس اكثر من 50% من الحالات بيجي لهم الجوت في الصبع الكبير في الرجل، في الفيرست
ميتا كارزو فارينجيال جون. احنا هنا بقيت عندنا الميتا كاربو فارينجيا، تمام؟ الفرست والسكند والسيرد والفورس والايه والفيفث. واحد ده ولا ده؟ انا فيهم واحد ده واحد كبير واحد صح؟ طيب وتحت في الرجل برضه فيرست وسكند وثيرد وفورس وفيفث. الفيرست برضه بتاع الصبع الكبير في الرجل الميتا تارسو فالينشال جوينت بتاعت في الرجل. يعني اشهر مكان بيجي في الجلد هو الصابع الكبير في الرجل اكتر من 50% من الحالات. ده الاكيوت جلدي ارثرايتس. امال الكرونيك بقى ايه اللي بيحصل؟ الكرونيك يا دكاتره بيبدا الجوينت يتجمع جواه املاح اليوريك اسيد. اليوريك اسيد لما يتجمع في الجوينت بيتحد مع الصوديوم وبيعمل لي مركب اسمه صوديوم يوريت. يبقى اليوريك اسيد بيتجمع في الجوينت ويعمل لي املاح اسمها الصوديوم يوريت. الصوديوم يوريت ده بيمسك معاه كالسيوم وبيمسك معاه كوليسترول. بيمسك معاه كالسيوم وبيمسك معاه كوليسترول يعمل لي كلكعه صلبه في الجوينت. الكلكعه الصلبه دي بسميها توفاس. يبقى ايه التوفاس دي؟ عباره عن تجمع املاح الصوديوم يوريت في الجوينت مع كالسيوم مع الكوليسترول بيعمل لي كلكعه صلبه اسمها توفاس. التوفاس تيبيكال بالظبط زي الكالسيوم سوبس اللي خدناها في اول الحصه. فاكرين الكالسيوم سوبس؟ الجسم بيعملها على انها ايه؟ فورين بادي وبيكون حواليها فورين بادي جرانيولوماس. فورين بادي جرانيولوماس. يبقى مثال برضه الفورين بادي جرانيولوماس التوفاي اللي بتبقى في الجو والكالسيوم سوبس اللي خدناه في الاول في الفات نيكروزس. يبقى هنا املاح اليوريك اسيد اتجمعت في الجوينت في صوره صوديوم يوريت بيتجمع معاها كالسيوم وكوليسترول بتعمل لي كلكعه صلبه اسمها توفاس بيتجمع حواليها كرونيك انفلاماتوري سيلز وبتعمل لي جرانيولوما في الجوينت. ده الكرونيك اكثر. طيب دي بقى يا جدعان الطفايه دي يا جدعان بتبقى موجوده في الجوينت وبتبقى كمان موجوده تحت الجلد في السبكوتينيس دي. طب الكدني؟ الكدني يا دكاتره بيحصل فيها ثلاث حاجات بسبب الجلد. اول حاجه ستونز يوريت ستون حصوات في الكلى. طب تاني حاجه بيبدا اليوريك اسيد يتجمع في الانترستيشال تيشو فيحفز فيه فايبروس. بعد مرور سنين طويله ممكن الكدني دي تخش في رينال فيلر. يبقى الجود بيعمل في الكدني يوريت ستون. تاني حاجه بيبدا املاح اليوريك اسيد تتجمع في الانترستيشال تيشو فتخش في فايبروزس وبعد فتره من الزمن يحصل رينال فيلر. اخر حاجه ممكن تتجمع في الديستال كونفليوتد تيوبيول. ها الديستال كونفليتو تيوبيل كانت وظيفتها ايه يا دكاتره؟ مش كانت بتعمل ري ابزوربشن للميه؟ ري ابزوربشن للميه. طب لما الديستال كونفليتو تيوبيل تبوظ ساعتها ايه اللي بيحصل؟ هيجي الشخص ده بولي يوريا. ساعتها يجي له ايه؟ بولي يوريا. مش الاندوستيرون كان بيشتغل على الديستال كونفليتو تيوبيل كان بيعمل ووتر ري ابزوربشن. طب مين الدايوريتك بقى؟ اللي خدت دايوريتك وخدت لينا في الفارما، مين الدايوريتك اللي بيشتغل على الديستال؟ مين؟ السايسايد. ومين كمان؟ والبوتاسيوم سبيتنج. تمام؟ السبيرونولاكتون ده في النص الثمانية وده في النص الثاني. السايزايت والسبيرونولاكتون. اليوريك اسيد بيشتغل زيهم كده، بيمنع الامتصاص فبينزل ايه؟ يحصل بوليوريا وينزل اليوريك تاني. ده اللي حكيت لك جاي. سهل ولا صعب؟ سهل الكلام ولا صعب؟ احنا قلت ايه؟ انا قلت الجود 10 والكلام اللي بعده 5. فات 10 دقايق لسه بقى 5 دقايق. الباثولوجيكال بيجمنتيشن. الكالسيفيكيشن مش هاخده دلوقتي. الكالسيفيكيشن هاخده في القصه الجايه. هتقولي بس الباثولوجيا لا 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 مش كله مش كله. لا اسمعوا الكلام قلت لكم خمس دقايق بس اسمعوا الكلام. والله انا بحكي بالله. بعدين انا عايز اشرحه كله اشرحه كله وانا قعدت اصبع عندي بس انا قلت لكم مش هشرحه كله. خليكم بقى معايا ماشي؟ خمس دقايق بس. الباثولوجيكال بيجمنتيشن. يعني ايه باثولوجيكال بيجمنتيشن؟ ابنورمال بيجمنتيشن. البيجمنتس الطبيعيه اللي موجوده في الجسم يا اما زادت عن حدها يا اما قلت عن ايه؟ عن حدها. طيب ايه هي النورمال بيجمنتس اللي موجوده في الجسم؟ الجسم يا دكاتره ممكن يبقى فيه اندوجينس بيجمنتس وممكن يبقى فيه اكسوجينس بيجمنتس. اندوجينس بيجمنتس زي ايه؟ اشهر بيجمنت عندي في الجسم هي الميلانين. تاني حاجه عندي بيجمنت اسمها لايبوفيوزين او لايبوكروم. هي تالت حاجة عند بعض البيجمنتس اللي طالعة من الهيموجلوبين اسمها هيموجلوبين درايفد بيجمنتس. بيجمنتس طالعة من الهيموجلوبين اسمها هيموجلوبين درايفد بيجمنتس. ثلاث أنواع هيمو سيدرين وهيماتين وبيليروبين. يبقى إذا كانت عندي ميلانين
وعندي لايبوكروم او لايبوفيوزين وعندي صبغات طالعه من الهيموجلوبين الهيموسيدرين والبيلروبين والهيناتين. امال الاكسوجينس حاجات جايه من بره. الصبغه هتجيلي من بره ازاي؟ ممكن تجيلي عن طريق الانهاليشن. يعني ايه انهاليشن؟ استنشاق. زي ايه؟ مجموعه الامراض الدكاتره اللي بنسميها نيوموكونيوزس. يعني ايه كلمه نيوموكونيوزس؟ بعض الامراض اللي بتيجي في اللنج بسبب طبيعه الشغل الشخصي. يبقى لو انا بشتغل في منجم فحم او في منجم تعدين وعمال استنشق اتربه واستنشق معادن بتخش اللنج بتاعتي تبوظها كده، يبقى انا جالي نيوموكونيوزس. كلمه نيوموكونيوزس دي كاتيجوري من الامراض. ايه العامل المشترك فيهم؟ ان كلهم مشاكل في اللنج بتيجي بسبب طبيعه شغل الشخص. امراض النيوموكونيوزس بتتمثل بايه؟ او تتماس بايه؟ استنشاق اتربه او استنشاق جزيئات معادن زي اتربه السيليكا مثلا او جزيئات الفحم. الحاجات دي لما بتخش اللنج بتصبغها بصبغه غامقه بالمنظر ده. عارفين شغلات اللنج اللي عندنا في المتحف مش فيها نقط سودا؟ لما كانوا بيقولوا لكم ده انسراكوز صح؟ والله انسراكوز ده ايه؟ جزيئات كربون دخلت صبغات اللنج مثال الايه؟ الاكسجين. زي الانسراكوز كده وزي السيليكوز برضه. هناخده في الرسمات والتفصيل ان شاء الله. ممكن الصبغه دكاتره تجيلها عن طريق الانجيشن زي ايه؟ زي الكرونيك ليد بويزن. تسمم الرصاص الكرونيك. اي تسمم في الدنيا دكاتره ممكن يبقى اكيوت وكرونيك. اكيوت يعني انا خدت كميه كبيره من السم فجاه، انما كرونيك بتعرض لكميات قليله لفتره طويله. لما بتشرب ميه ملوثه ماشيه في كواسير بايظه مختلطه بالرصاص، باخد الرصاص ده بجرعات قليله على فترات طويله. الرصاص ده لما بيخش في الجسم بيعمل ايه؟ بيعمل انيميا وبيبوظ الاعصاب، بيعمل نيوروباثي وبيعمل ابنورمال بيجمنتيشن في اللثه وفي السنان. بيعمل ابنورمال بيجمنتيشن في اللثه وفي السنان. هتاخدها في التوكسو ان شاء الله السنه الجايه، ربنا يدينا ويدوك دكتور عمر. يبقى انا الصبغه دي خدتها عن طريق ايه يا دكاتره؟ الانجيشن. تالت حاجه عن طريق الانوكيوليشن، عن طريق الزرع زي ايه؟ التبتون. التبتون ده عن طريق الزرع او عن طريق ايه؟ الحقن. تمام؟ يبقى دي صبغه باخدها عن طريق الحقن، عن طريق الانوكيوليشن. طبعا انا هدرس الاندوجينوس بيجمنتس. انا هدرس الاندوجينوس بيجمنتس. الميلانين واللايبوفيوزين او اللايبوكروم والصبغات اللي طالعه من الهيموجلوبين. اول صبغه عندي يا دكاتره الميلانين. يلا عشان نخلص. اول صبغه عندي يا دكاتره هي الميلانين. اي صبغه عندي انا عايز اعرف عنها ثلاث معلومات. يهمني اعرف ثلاث معلومات. هي عباره عن ايه؟ وموجوده فين؟ وشكلها ايه؟ اولا الميلانين ده عباره عن ايه؟ عباره عن سلفر كونتيننج بيجمنت بتيجي من التيروزين بانزيم اسمه تيروزينيز. التيروزين من السلفر كونتيننج ايه؟ امينو اسيد صح؟ ولا مش صح؟ انا ما بحبش الباي، كنت صايد باي ما اعرفش. التيروزين كان فينال الانين والتيروزين والتريبتوفان. مش دول اروماتيك باين؟ اروماتيك صح؟ كان فيهم سلفر ولا ما فيهمش؟ ما كانش فيهم صح؟ طيب التيروزينيز بيشتغل على التيروزين وبيعمل صبغه الميلانين. طب موجوده نورمالي فين؟ يلا يلا الميلانين موجود نورمالي فين في الجسم؟ في السكن، في الهير، وفي الايرس، وفي بعض المناطق في البرين في البيزا جنب. طب شكلها ايه؟ سكيما اسطمبه. كل الصبغات اللي عندنا قول يلوش براون متكبه صح. يلوش براون بتبان بني. يعني جولدن يلو دي براون على حسب. يلوش براون بيجمنت. دي المعلومات اللي تهمني عن ايه؟ عن الميلانين. عباره عن ايه؟ مكانها الطبيعي فين؟ وشكلها ايه؟ بعد كده هقول ايه الحاجات اللي تزود الميلانين وايه الحاجات اللي تقلل ايه؟ الميلانين. الحاجات اللي تزود والحاجات اللي تقلل. ايه الحاجات اللي تزود الميلانين؟ اشهر حاجه صن اكسبوجر. واحد بيقف في الشمس كتير فبيخنق. ليه؟ لان بيطلع انزيم اسمه ال ام اس اتش ميلانوسايت ريجوليتنج هرمون، هو اللي بيحفز الميلانوسايت اللي هي تطلع ميلانين فتصبغ الجلد ايه؟ ده. تاني حاجة الناس اللي عندهم اليسون. اليسون ديزيز. يعني ايه اليسون؟ عكس كوشنج. سوبر رينال فيلير. سوبر رينال فيلير السوبر رينال جلاند باظت وما بقتش بتطلع هرمونات. طب لما الهرمونات بتقل يا دكاترة بيحصل حاجة اسمها بوزيتيف فيد ايه؟ فيدباك. تبدا البيتيوتري تحاول تعوض بانها تطلع اي سي تي اتش بكميات مهوله. طب لما الاي سي تي اتش يطلع بكميات كبيره، الاي سي تي اتش بيشتغل زي الام اس اتش بالظبط، فلاقي المريض اللي عنده اليسون بقى غامق، بلاقي جلده مخمق وابص على الميوكس ميمبرينز زي البق من جوه الاقيه مخمق، في باتشات ايه؟ سودا. يبقى مريض الاليسون بيخمق ليه؟
هو ما عندوش كورتيزول. طب يحصل بوزيتيف فيدباك، البيتيوتر بتطلع اس تي اتش كتير، لما تطلع ده كتير الاس تي اتش تيبيكال زي الام اس اتش بالظبط، بيحفز بطل اللانوسايت وبيعمل ايه؟ ابنورمال بيجمنتيشن. تالت حاجه الكلوازما اوف بريجنسي. يعني ايه الكلوازما اوف بريجنسي؟ بعض الفيميلز الحوامل بيحصل فيهم ابنورمال بيجمنتيشن في الوش وفي البطن. يبقى تلاقي واحده حامل تلاقي مقلب وشها مقلب اسمر، وتلاقي برضه على بطنها خطوط غامقه. تفسيرها مش معروف قوي بس بيقولوا ان هي بسبب الهرمونات الاف اس اتش والال اتش اللي بتشتغل برضه زي الام اس اتش. ده تفسير وغالبا ده التفسير الصح يعني. هو ده الكلوازما اوف بريجنسي. يبقى عليه كلمه كلوازما اوف بريجنسي، الحامل بتغمق وشها بيغمق وبطنها بتغمق. اخر حاجه في بعض التيومرز اللي بيزيد معاها انتاج الميلانين واشهرهم الميلانوما. يعني ايه ميلانوما؟ ده سرطان الميلانوسايتس، كانسر بيجي في الميلانوسايتس بتطلع ميلانين كتير. عندنا مثالين تانيين خدوهم بس دلوقتي اسامي، البيولز شيجرز سندروم والمالتيبل نيوروفايبروماتوزيس، خدوهم دلوقتي اسامي فقط. اللي مكتوب عندكم بس خدوه اسامي، كده كده دي امراض هندرسها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. الامراض دي بتتميز بالميلانين. طب نقص الميلانين؟ الميلانين يقل في الجسم ازاي؟ ممكن يقل بسيناريو من اثنين، ممكن يقل ديفيوز وممكن يقل ماتشي. ديفيوز ازاي؟ يعني الجسم كله ما فيهوش ميلانين. زي ايه؟ الناس اللي عندهم البينيزم، عارفين الالبينيزم؟ المهاق. الناس اللي بتبقى شعرهم ابيض وجفونهم ورموشهم بيضة وعينيهم حمراء. ليه؟ ما فيش ميلانين في الجسم كله. طب ليه ما فيش ميلانين في الجسم كله؟ لان ما عندهمش تيروزينيز. تيروزينيز ديفيشنسي هو ده الالبينيزم. ده بيبقى باتشي ولا بيبقى ديفيوز في الجسم كله؟ ديفيوز. ممكن يبقى باتشي زي ايه؟ زي الليوكو ديرما او الفيتيلايجو. ليوكو ديرما او ايه؟ او الفيتيلايجو. عارفين الفيتيلايجو او الليوكو ديرما؟ بيبقى الشخص عنده ايه؟ باتشز بيضة في الجلد، لا على الوش وعلى ايه؟ ايه الباتشز البيضة دي؟ سماء. ايه الباتشز البيضة دي؟ الميلانوسايتس هنا متدمرة وما بتطلعش ميلانين. لو الموضوع ده جاي كونجينيتال اسمه ليوكو ديرما، لو جاي اكواير اسمه فيتيلايجو، بس الكلام ده طبعا غلط. خلينا ماشيين على كلام الكتاب، الليوكو ديرما بيبقى كونجينيتال والفيتيلايجو بيبقى اكواير، يعني لو طفل مولود بالمشكلة دي ليوكو ديرما، انما لو كنت انا شخص سليم وفجأة حصلت لي مشكلة دمرت الميلانوسايتس بصورة باتشي ده فيتيلايجو. الفيتيلايجو ده على فكرة اوتو اميون ديزيز. ليه؟ ايوه لا وبتكبر كمان ممكن تلاقوا على وشهم تلاقوا على وشهم. في بدون ذكر اسماء دكتور محترم عندنا عنده الموضوع ده في الفسيولوجي، ربنا يشفي جميع يا رب ان شاء الله. والله دي مش مال يا بيه، ريح واحترم نفسك مش مال. ربنا يشفي جميع يا رب. مش مال ولا حاجه، ده اوتو اميون، هو المشكله في المناعه هي اللي بتحجم المناعه وصلت للبوظ. ده دكاتره الميلانين اول صبغه عندي. يلا ناخد حته صغيره كمان عشان نمشي، ناخد حته صغيره كمان عشان نمشي. اللايبو كروم او اللايبو فيوزي ده اخر حاجه عندنا، اللايبو كروم او اللايبو فيوزي. يلا الثلاث معلومات اللي عايز اعرفها. اول معلومه عباره عن ايه؟ اللايبو كروم ده يا دكاتره فات بيجمنت، بتتكون من جزء فات وجزء بروتين. يبقى دي كومبلكس بيجمنت بتتكون من جزء فات وجزء بروتين. طيب تاني معلومه، مكانها الطبيعي فين؟ مكانها الطبيعي في الهارت، ممكن اشوفها في الهارت نورمال، ممكن اشوفها في الميل جينيتال سيستم زي التستس وزي السيمينال فيزيت، ممكن الاقي في الفيميل جينيتال سيستم في الكوربس ايه؟ ليوتين. يبقى الصبغه دي عباره عن صبغه كومبلكس بتتكون من جزء فات وجزء بروتين، موجوده فين؟ موجوده في الهارت وفي التستس السيميلر فيزيكتس في الكوربس ليوتريام. شكلها ايه؟ كالعاده الاسطمبه بتاعتنا يلوش ايه؟ براون. لو هي موجوده مثلا في مكانها جوه القلب مثلا جوه الكارديك ماسل فايبر، الصبغه دي بتبقى موجوده ازاي؟ بتبقى موجوده يا دكاتره بالشكل ده على جانبي النيوكليوس، بتتجمع في الخلايا على جانبي النيوكليوس. جايه منين؟ بيقولوا ان هي جايه بسبب شغل الفري راديكالز على السيل ميمبرين بتاع الجينات. مش مهم ما يهمناش. اللي يهمني دلوقتي الصبغه دي عباره عن فات بيجمنت بتتكون من فات وبروتين، موجوده فين؟ في الاماكن دي. شكلها ايه؟ يلوش براون وبتتجمع على جانبي الخليه. اهم حاجه في الصبغه دي لو الصبغه دي زادت في القلب بتعمل مرض في القلب اسمه براون اتروفي
اوف ذا هارت. عندنا جار براون اتروفي هنا، براون اتروفي اوف ذا هارت. ايه بقى براون اتروفي ده؟ صبغه المايبوكروم دي بتزيد زياده عن اللزوم جوه الكاردياك ماسل فايبرز. هتعمل ايه؟ اولا تخلي القلب ده لونه بني لان الصبغه دي بني. تاني حاجه بتعمل ايه؟ بتبدا تعمل ميتابوليك ديستربنس في الماسل فايبرز دي، بتبوظ او بتتداخل او بتضر الميتابوليزم بتاع الباسل فايبرز، فالفايبرز دي ما تتغذاش كويس فيحصل فيها اتروفي، حجمها يصغر. طب لو القلب ككل حجمه هيكبر ولا هيصغر؟ هيصغر. يبقى الحجم هيصغر، القلب هيصغر، هيحصل فيه اتروفي ولونه هيبقى بني بسبب تجمع الصبغه دي، فسميت المرض ده براون اتروفي اوف ذا هارت. يبقى براون اتروفي اوف ذا هارت، القلب صغر وبقى لونه بني. بالنيك ده السايز اخباره ايه؟ ديكريز اتروفي. طب الكلر اخباره ايه؟ تاني حاجه بشوفها في القلب بالنيك داي ايه هي؟ انتوا عارفين الكوروناري؟ الكوروناري النورمالي موجود ازاي؟ مزروع بين الايه؟ المسل فايبرز، موجود مزروع بين المسل فايبرز. فبالتالي لما القلب حتى بيعمل كونتراكشن كان بيقفل الكوروناري، ولما كان بيعمل ريلاكسيشن كان الكوروناري بيقفل. يعني الكوروناري النورمالي هو موجود ومزنوق بين المسلز. طب لو المسلز دي حصل فيها اتروفي، يعني انا قاعد متزحلق، اللي على يميني بقى فاضي واللي على شمالي فاضي، ساعتها الكوروناري هيبقى دايليتد براحته، الكوروناري بدل ما كان مزنوق كده هيبقى دايليتد وهيبقى توتش واس بالمسلز. السبب ايه؟ ان المسلز اللي حواليه حصل فيها اتروفي، فالكوروناري لقى مساحه انه يبقى دايليتد وانه يبقى كمان توتش واس. امال تحت الميكروسكوب؟ تحت الميكروسكوب الكلام انا عارفه، ابص على المسل فايبر ككل الاقيها اتروفيك بقت سن رفيعه. طب لو بصيت جوه المسل فايبر هلاقي اللايبوكروم بيجمنت دي متجمعه على جانبي النيوكليوس. طب بتبان ازاي؟ هي مش فات بيجمنت فبتتسبق بالفات ستينز. هي الفات ستينز اللي كانت اوزميك اسيد وسودان ثلاثه ومعاها سكارلت جرين، وممكن كمان تتسبق بالهيماتوكسيلين وبتبان بيزوفيك. ممكن تتسبب بالهيماتوكسيلين وممكن تتسبب بالفات ستينز، ودي لقيتها جواها. يبقى زيادة اللايت بتاع او اللايت بتاعت بتعمل براون اتروفي اوف ذا هارت. ان شاء الله النهارده الحصه الجايه هنكمل بقيه